طيب، السلام عليكم الإخوة والأخوات في مجموعة الباحثين السودانيين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا وفي خميس عبد الله، مشرف مجموعة الباحثين السودانيين. نلتقيكم في لقاء جديد مع ضيفة ظريفة عزيزة، حصلت يعني المستشارة من الآخر كده، مستشارة أمين عام الأمم المتحدة أو عضو في الاستشارية الشابعة أي الشابة لأمين عام الأمم المتحدة. هي رافضة الميم بتاعت المهندسة، فأنا قلت خلاص الميم بتاعت المستشارة نسرين الصايم. اختيرت في قبل شهرين تقريبا من ضمن الاستشارية الشابة للأمين العام للأمم المتحدة في التغير المناخي. عندها ماجستير في الطاقة المتجددة جامعة الخرطوم، بكالوريوس علوم الفيزياء عضو جامعة الخرطوم. هي عضو مؤسس ورئيس منظمة شباب السودان لتغيير المناخ أو لتغيير المناخ، وهي ناشطة في مجال البيئة من فترة أو من 5 سنين. اتفضل يا السيدة المستشارة، عرف عن نفسك قبل ما تتكلم لنا عن السيول والفيضانات وعلاقتها بالتغير المناخي في السودان. تفضل. السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا. أنا نسرين عبد الرحمن الصايم، رئيس منظمة شباب السودان لتغيير المناخ، ورئيس برضو لمجموعة الشباب الاستشارية للأمين العام للأمم المتحدة في موضوع تغير المناخ. تخرجت من جامعة الخرطوم كلية العلوم قسم الفيزياء، وبعد ذلك عملت ماستر في كلية الهندسة قسم الميكانيكا تحديدا للتخصص طاقات متجددة، وقاعدة في السودان السودانية يعني. يعني الوضع الحاصل في السودان حقيقة مؤلم شديد جدا، و يعني ما بيسر النظر، ما بيسر أي إنسان يعني بيهمه رفعة البلد. ولكن كان مهم جدا إنه نتناول المشاكل اللي بتحصل لنا بصورة علمية وبصورة مؤسسة عشان نقدر نلقى لها حلول. برضو الحاجة الأساسية اللي خلتنا إحنا نعمل الليلة اللايف ده أو السيشن دي، إنه في أسئلة كثيرة بتطرح وفي إشاعات كثيرة موجودة، وفي ناس كثيرة عندهم أفكار دارين يساعدوا بيها البلد، لكن ما دائما بتكون أفكار يعني قابلة للتطبيق. والهدف الرئيسي من يوم الليلة أو من السيشن اللي هنعملها دي هي إنه نوضح معلومات أساسية، نصحح معلومات خاطئة، نجيب على الأسئلة قدر ما نقدر. وبرضو شوية هيكون الأسلوب بتاعي مختلف في التقديم، لأنه ما عندي برزنتيشن جاهز، لكن إحنا مع بعض هنفتش على المعلومات وهسوق القصة سواقة. ليه عايز أعمل كده؟ عايز أوري إنه أي زول ممكن يوصل للمعلومة بسهولة، بدل ما يعني يروج للإشاعات أو ينشر معلومة خاطئة، ممكن ببساطة يتأكد من المعلومة من مصادر مختلفة، وممكن تكون مصادر موثوقة، وممكن يتأكد من أكثر من مصدر لو يعني حاسس إن المعلومة دي ما أكيدة يعني 100%. مهم برضو جدا إنه نأكد على إنه التغير المناخ يعني ما حيكون مسبب لنا بس الفيضانات اللي هسه حاليا حاصلة دي، عنده مشاكل مدمرة كبيرة جدا جدا وكثيرة جدا جدا، وحيكون بصورة أو بأخرى سبب رئيسي في أغلب المشاكل اللي حيواجهها السودان في الفترة القادمة. يعني الحاجة دي بتخلينا برضو إنه نحن نحاول نسلط الضوء بأكثر وأحسن طريقة وأسرع طريقة زي ما بيقولوا، إنه نسلط الضوء على مشاكل تغير المناخ المختلفة عن طريق تناول الراهن. وبرضو ممكن شوية شوية نمر على المشاكل الثانية ممكن يسببها تغير المناخ وكيف ممكن إحنا نتلافاها. عودة لك يا أستاذ وافي، لو حابب تقول حاجة قبل ما نبدأ طوال مباشرة. تفضل تفضل يكون كاريون. تمام. طيب، أول حاجة هنتكلم عن 3 حاجات أساسية الليلة. أول حاجة تغير المناخ والفيضانات. بعد ما نتكلم عن تغير المناخ والفيضانات هنتكلم عن قبل ما نتكلم عن تغير المناخ والفيضانات هنتكلم عن المفاهيم والأساسية في تغير المناخ ذاته. بعد ذلك هنتكلم عن تغير المناخ وعلاقته المباشرة بالفيضانات. بعد ذلك أخيرا وليس آخر هنتكلم عن فيضان السودان تحديدا بتاع السنة دي، وممكن تكون المسببات الأساسية له. طيب، مهم جدا يا جماعة أول شيء نفرق بين مفاهيم أساسية كثيرة جدا.
اللي هو يمكن أكثر المفاهيم اللي إحنا المفروض نفرق فيها في الأول، اللي هو المفهوم بتاع الطقس والمفهوم بتاع المناخ. ليه المفهوم بتاع الطقس والمفهوم بتاع المناخ مهم؟ لأنه يعني هي الحاجة الأساسية اللي إحنا الليلة هنتكلم عنها، هو كيف نفرق بين إنه اللي بيحصل حالياً بالنسبة لنا هو شنو، واللي هيحصل في المستقبل هو شنو. اللي بيحصل آنياً بالنسبة لنا يا إخواننا يعني درجة الحرارة، الرطوبة، جو مشمس، جو مغيم، في أمطار غيره. اللي بيحصل حالياً واللي هيحصل بكرة واللي هيحصل بعد شهر، أو اللي حصل امبارح واللي حصل قبل أسبوع وغيره، هي دي كلها يمكن عبارة عن الطقس، اللي هي متغيرات بتحصل في حالة الجو في فترات زمنية، متغيرات بتحصل في الجو ذاته أو الطقس يعني، أو مجموعة المعلومات اللي بنجمعها من الطقس، لكن في فترات زمنية طويلة. الفترة الزمنية الطويلة دي ممكن تمتد لحد 30 سنة أو أكثر من كده. فلما نتكلم عن تغير المناخ، احنا معناها نتكلم عن تغيرات على مدى طويل تسببت فيها مؤثرات على مدى طويل برضو في الماضي. يعني ببساطة أغلب الآثار الحاسة حاليا الناتجة لتغير المناخ هي آثار حصلت بسبب انبعاثات الغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري قبل 30 سنة أو يعني أقل شوية، اللي هي مع الثورة الصناعية تقريبا. يعني شنو احتباس حرارة متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع المستشارة نسرين الصايم، إن شاء الله تعود لنا سريعا. وزي ما هي ذكرت، هي بتقدم شرح مبسط أو خلاصة مقدمة عن الحاصل في السودان من السيول والفيضانات الحاصلة في الأيام الفاتت. برضو أحب أذكر أنه اليوم صباحا الساعة 11 دكتور صالح قدم محاضرة جميلة جدا، استضافه الدكتور أنور دفع الله، بتلقوها في المجموعة وفي قناتنا في اليوتيوب. تكلم عن آخر تطورات ملف سد النهضة أو ملف المفاوضات في سد النهضة. دكتور صالح هو رئيس الجهاز الفني في وزارة المياه والموارد المائية، وهو رئيس وفد التفاوض مبعوث من وزارة المياه والموارد المائية. تكلم حوالي ساعتين ونص عن الحاصل لسد النهضة، الفائدة شنو بالنسبة لنا كسودانيين كده، المشاكل اللي ممكن نلقاها منه أو غيره. برضو للشباب المهتمين ممكن يتابعوا الجلسة دي قدمها دكتور صالح خلال اليوم. الشباب المعانا في الجلسة إذا في زول عنده تساؤل أو سؤال أو مداخلة ممكن تفضل لحد ما نسرين ترجع لنا. واجهتها صعوبة في الإنترنت.
للأسف يا شباب للانقطاع، والله الواحد جرب كل شبكات الاتصال لحد الآن ما لقى له حاجة تقدر تخليه يكمل الزوم من غير ما يقطع. طيب اتكلمنا عن الفرق بين الطقس وبين المناخ، وقلت لكم إنه الاحتباس الحراري وغازات الاحتباس الحراري، وبديت أشرح العمل اللي بتعمله غازات الاحتباس الحراري أو كيف بتسبب الاحتباس الحراري. قلنا لو الواحد قرر إنه ينوم برا والجو لطيف وظريف، وبعدينك على قريب الصباح كده الجو برد، فأقرب حاجة أو أبسط شيء إحنا بنعمله بنشيل الغطاء بنتغطى بيه أو بطانية. الحاجة دي بتعمل شنو؟ الغطاء اللي بنتغطى بيه أو البطانية دي بتحبس الحرارة جوا المنطقة المحيطة بجسم الإنسان ذاته، بتحبس حرارة جسم الإنسان في المنطقة المحيطة بجسم الإنسان ذاته. فدي بتخلي شنو؟ بتخلي إنه يكون الحرارة محبوسة داخل ما تتسرب للمنطقة الباردة اللي هي خارج المنطقة البطانية، اللي هي دي اسمها نظرية البطانية ذاتها أو البلانكت ثيوري. طيب البلانكت ثيوري يا إخواننا، البطانية حاليا بالنسبة لنا هي شنو؟ هي الغازات الدفيئة، هي بتشتغل زي شغلة البطانية، والحرارة هي الحرارة بتجي من خارج سطح الأرض. طيب نشرح يعني شنو احتباس حراري. أساساً الطبيعة، النظام الطبيعي في الكون إنه الشمس، النجم اللي اسمه الشمس، بيمد كوكب الأرض بالطاقة اللي بتجي منها عن طريق الإشعاعات المختلفة. الطاقة دي بيحصل لها حاجات كثيرة في الرحلة من الشمس لحد ما تصل للأرض. في لو فرضنا إن الطاقة الداخلة عبارة عن 100%، في 40% بيحصل له انعكاس عن طريق طبقات الغلاف الجوي المختلفة. في 20% مثلاً بيكون بيحصل لها انعكاس عن طريق الغبار والسحب اللي بتكون موجودة في الغلاف الجوي الأخير. بيوصل سطح الأرض كمية هي عبارة عن تقريباً 40% ل 20% حسب نقاء الجو وغيره. بتمتص المحيطات والبحار والمسطحات المائية جزء من هذه الـ 40% إلى 60%، والأرض ذاتها بتحديد النباتات بتمتص الجزء الباقي في صورة بتستعملها في البناء الضوئي. والفائض من الامتصاص الطاقة في المسطحات المائية وفي النباتات بيقوم بيحصل له طرد يعني من الكرة الأرضية، بيطلع للفضاء تاني راجع للغلاف الجوي الخارجي أو للفضاء. يعني بيحصل إنه البلانكت ثيوري أو غازات الاحتباس الحراري اللي هي بتشتغل زي البطانية دي بتمنع الفائض من الطاقة أو الفائض من الحرارة إنه يطلع للغلاف الجوي الخارجي، وبالتالي بيحبس جوا الكرة الأرضية. ده اللي هي عملية الاحتباس الحراري، يعني هي اسم على مسمى احتباس من حبس وحراري، لأن هي عبارة عن حرارة أو طاقة جاية من الشمس. كده يا إخواننا وضحنا الفرق بين الطقس والمناخ، وضحنا غازات الاحتباس الحراري، وضحنا أيضا يعني شنو احتباس حراري. طيب يا جماعة بنقول درجة الحرارة المتوسط، ارتفاع درجة متوسط حرارة الكرة الأرضية. عشان نفهم يعني شنو كلمة ارتفاع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية لازم نعمل رسمة توضيحية. طيب الرسمة هنرسمها واحدة واحدة عشان الناس تقدر تستوعب المفهوم اللي هنتكلم عنه. طيب هنختار اللون الأزرق أو الكحلي اللي هو لون الكوكب الأرض في الصور يعني تقريبا. طيب هنرسم دائرة، الدائرة دي يا شباب هي شنو؟ هي الكرة الأرضية. معليش دورانيتي سيئة للغاية، عشان كده يا أستاذ وافي أنا ما مهندسة، ما أظن إذا المهندس برسم لي دائرة عاملة كده. طيب يعني هنا يا جماعة بيكون في القطب الشمالي، وهنا بيكون في القطب الجنوبي. طيب عندنا تاني نرسم بالأخضر، هنا دي كندا، أمريكا الشمالية جاية تحت أمريكا اللاتينية عاملة شكل كده،
بعدين هنا ده المحيط، هنا دي جاية عندنا UK، بعدين جاية أوروبا لحد ما تمشي لروسيا وغيره، بعدين هنا ده البحر الأبيض المتوسط، تجي أفريقيا شكلها المميز في الحتة دي، بعدين ده البحر الأحمر سوري، البحر الأحمر، تجي هنا الخليج، قارة آسيا تمام. طيب يا شباب، دي ده كده المنظر، أو لو الناس شوية متذكرة هنا مدار ده اللي بيقصر، طيب نصلحه نحطه في موقع الجغرافي الصحيح. طيب ده هنا عندنا خط الاستواء تمام. يلا يا جماعة، الحاجة اللي أنا هكتبها بالأحمر سوري هكتبها بالأزرق الفاتح، ده الطبيعي. فلو افترضنا إن الطبيعي الشمالي هي ماينس، فنفترض 20، وهنا في القطب الجنوبي درجة الحرارة الطبيعية هي ماينس 20. دي أرقام افتراضية فقط، يعني ما أرقام حقيقية، بس لتوضيح الفهم. طيب عند المدار هنا نفترض إنه درجة الحرارة هي زايد 10، عند المدار الثاني هنا درجة الحرارة هي زايد 10 زي ما قلت قبل، ده أرقام افتراضية. وهنا عند المنتصف أو في خط الاستواء لأنه دائما بيكون أدفى، فنفترض إنه درجة الحرارة زايد 20 تمام. بسيطة عندنا ناقص 20 زائد 10، هنا درجة الحرارة 20 زائد 20 هنا بيقى العدد زائد 40. طيب زائد 40 وناقص 40 الناتج بيساوي لنا كم يا إخواننا؟ الناتج بيساوي لنا الزيرو. الزيرو ده يا جماعة الحالة الطبيعية للكرة الأرضية، أي درجة الحرارة في المناطق الباردة بيساوي لنا درجة الحرارة في المناطق الدافية، اللي هو ده اسمه شنو؟ ده اسمه متوسط درجة الحرارة في الكرة الأرضية ككل. طيب نجي نشوف الحاجة اللي حصلت بعد الاحتباس الحراري وبعد ما احنا حبسنا الطاقة جوا الكرة الأرضية وما قدرنا ما قدرت تطلع للخارج. طيب ده حيكون اشتغلنا باللون الأحمر تمام. طيب طبعا الاحتباس الحراري بيزيد لنا درجة الحرارة تحت المناطق المختلفة، فبدل ماينس 20 في القطب حيكون مثلا ماينس 10، دي كلها زي ما يا جماعة أرقام تقريبية ما أرقام حقيقية. طيب وهنا برضو بدل ماينس 20 حتكون كم؟ ماينس 10، وهنا بدل زائد 10 هتكون زائد 15 فلنفترض، وهنا زائد بدل زائد 20 برضو هتكون زائد 25 فلنفترض، وهنا زائد 15. طيب يا جماعة نجي نعمل عملية حسابية بسيطة زي ما عملنا قبل، ناقص 10 وناقص 10 دي عبارة عن كم؟ ناقص 20 اللي هي هنا قلتها ناقص 20 تمام، زائد 15
زائد 15 وزائد 15 هنا تاني هون. الله يا اخوان التحكم في الباد بصعب خلاص. دي بيقوم بيدينا كم؟ زائد 30 وزائد 25 في النهاية. الناتج في النهاية كم يا اخواننا؟ الناتج في النهاية عبارة عن زائد اكتبها بالاسود عشان تكون واضحة. الناتج في النهاية عبارة عن زائد 35. دي الحالة اللي بتحصل لنا بعد الاحتباس الحراري، إنه بترتفع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية. طبعاً يا جماعة هسه حالياً نحن الاتفاقيات الدولية كلها قائمة وقاعدة في إنه نحن نتوقف عند رقم معين. الرقم المعين ده اللي هو زائد 1.5. ده الرقم القائم عليه كل المفاوضات والنقاشات بتاع التغير المناخ هسه حالياً. فلو وصلنا 35 ده معناه يا اخوان احنا نكون شوينا كده ان شاء الله، وجا بدل العصر الجديد هيكون جا عصر بركاني. فدي ده رقم تقريبي ساكت، لكن هسه حاليا احنا اللي وصلنا له تقريبا 1.1 او 1 وحاجه بسيطه، لكن لو قربناه بيكون 1.1. كل الاتفاقيات الدوليه بدات تقوم على انه احنا نحاول نحافظ على درجه الحراره. بالحقيقه هي زائد 2، لكن بعد مطالبات من المجتمع المدني العالمي ومن الدول الأفريقية يعني حاولوا إنه يحصروها في كم؟ في 1.5 سلسيوس يا إخوان. طيب فدي ده هسه حالياً المتوسط بتاع ارتفاع درجة الحرارة في الكرة الأرضية، ده بالنسبة للاحتباس الحراري. طيب عشان يعني يمكن نوضح أكثر الفهم الموجود في رسمة أنا هشاركها معاكم هسي، ممكن توضح لكم أكثر ذاته من الكلام أنا حكيته، يعني شنو احتباس حراري وكيف الغازات الدفيئة أو غازات الاحتباس الحراري بتشتغل وكيف هي بتضر لنا الكوكب بأنها تحبس الحرارة داخل سطح الكرة الأرضية. دقائق فقط. نعم. طيب أتمنى أن الصورة تكون واضحة بالنسبة لكم. أتمنى واضحة لكم. دي يعني صورة تكلمت عنها، ده كوكب الأرض طبعاً، دي الشمس ودي الأشعة الشمسية جاية داخلة، ده اللي بنعكس الغلاف الجوي الخارجي وده اللي بنعكس من الغلاف الجوي الداخلي، ودي الكمية الباقية بتدخل سطح الأرض. المفروض إنه الأرض تمتص الحاجة اللي محتاجاها وتعكس الباقي، كل الحرارة الفايضة داخل سطح الأرض هنا وبيقوم بيأدلنا الارتفاع متوسط درجة حرارة الكرة الأرضية زي ما شرحنا قبل شوية. يعني بعض المرات الصورة تكون أبلغ من الكلام، تكون وصلت لكم الفهم والشرح العام في قصة الاحتباس الحراري وكيف بيحصل. برضو حاجة مهمة جدا نعملها، إنه مهم جدا نفرق بين المفهوم بتاع الاحتباس الحراري ذاته التغير المناخ. دي زي إخواننا ما إحنا نتكلم عن النزلة ونقول الفيروس بتاع أو البكتيريا دخلت في الجهاز التنفسي عملت لنا مثلا النزلة دي. فإخوانا الفيروس المسبب للمرض أو البكتيريا المسبب للمرض هي دي الاحتباس الحراري باعتباره، واسم المرض ذاته نزلة ملاريا غيره هو يعني تغير المناخ. يعني تغير المناخ ده اسم المرض، ولكن المسبب الأساسي والفيروس الأساسي لتغير المناخ هو الاحتباس الحراري. أتمنى إنه الجزء الأول يكون واضح للناس، ويعني حاولت أقوله بصورة مبسطة جدا عشان الناس تقدر تكون في أرضية مشتركة معنا لما نبدأ يعني الجزء الثاني تحدث عن علاقة التغير المناخ مع الفيضانات تحديدا. الناس بالنسبة لها يكون الكلام واضح.
أستاذ وافي، ممكن لو في أسئلة عندها علاقة بالجزء الأول اللي هو المفاهيم الأساسية المتعلقة بتغير المناخ، ممكن تقول لنا قبل ما نمشي ننتقل للجزء الثاني اللي هو علاقة تغير المناخ مع الفيضانات. شكرا لك نسرين الصايم السيدة المستشارة. إلى الآن الشباب المعانا في جلسة الزوم ما في سؤال. شباب إذا في زول عنده سؤال أو استفسار عن الكلام الشرح الوافي المبسط اللي قالته الزول دي، الزول إذا عايز تتكلم ترفع، تستخدم خاصية رفع اليد. إذا ما في طريقة ممكن تكتب الأسئلة بتاعتك في الكومنت وأنا هحاولها إن شاء الله. طيب أنا عندي سؤال أو تعليق، لكن هل بدري عليه ولا بيكون في الجزء الثاني بتاع محاضرتي؟ جائحة كورونا عطلت العالم بنسبة كبيرة جدا جدا. في بعض الناس بيقولوا إنه ثقب الأوزون التأم، انبعاث الغازات السامة من الأرض قل بنسبة تكاد تكون 95%. في نفس اللحظة أو قبل كورونا من المستحضرين كان في سلسلة بتاعت حرائق في كاليفورنيا، في أستراليا، في جزء من في غابات في البرتغال برضه. انا اذكر في اواسط 2019 حصل فيها حرائق. الحياه المتابعه دي دورها شنو؟ او الان بالرغم انه كورونا وقفت العالم لمده حوالي اكثر من 6 شهور، لكن الى الان التغير المناخي والفيضانات اللي جات، هل ده كله مربوط مع بعض؟ نعم 100% مربوط مع بعض. للأسف الانخفاض الوقتي أو اللحظي اللي حصل بسبب جائحة كورونا أثره ضعيف جدا لا يكاد يذكر، وحتى أثر يعني ما دائم، يعني أثر مؤقت يزول بزوال المؤثر بالنسبة لانبعاثات الغازات الدفيئة وبالنسبة لموضوع التغير المناخي. طبعا يا جماعة في العادة أنا قاعد أقوم أشرح يعني شو ثقب الأوزون والمشكلة البيئية اللي بسببها ثقب الأوزون شنو، وبوضح للناس كيف ثقب الأوزون تقريبا هو مشكلة بيئية مختلفة عن تغير المناخ. الحاجة دي احنا ممكن نشرحها ببساطة، انه يا اخواننا الاحتباس الحراري بيتكلم عن انه الطاقة الزيادة الجاية من الشمس بتحبس جوا كوكب الارض وما بتطلع، وده بيسبب لنا الاحتباس الحراري سوري تغير المناخ. ثقب الأوزون مشكلته قبل كده، يعني ثقب الأوزون أساسا الأوزون هي واحدة من الطبقات اللي بتشكل عازل للأشعة الشمسية الزيادة اللي بتيجي داخلها. الحاجة دي ممكن نوضحها في الصور اللي أنا شرحتها هسي قبل شوية، ممكن نرجع لها تاني. دقيقة بس أعمل سكرين شير. أيوة يلا يا جماعة، الأوزون ده هنا في الحتة دي اللي هي الطبقة اللي بتطلع الفايت جزء او جزء من الاشعه اللي بتيجي من الشمس برا للغلاف الخارجي، يعني بتشتغل بالنسبه لنا زي درع واقي من الاشعه الزياده اللي قاعده تدخل لكوكب الارض. اللي بيحصل هنا لما يكون في ثقب في الاوزون او قله بتاع تركيز اوزون، اكيد طبعا اشعه ضوئيه زياده بتيجي داخله للكره الارضيه. فهي المشكله بتاعت الاوزون عندها علاقه بكميه الاشعه الجايه داخله من الشمس للارض، تمام. لكن الاحتباس الحراري مشكلته بعديه، انه ما يعني الغازات الدفيئه وغاز الاحتباس الحراري ما بتسمح للفايض ده يطلع برا الكره الارضيه. يعني لو كانت المشكله فقط ثقب اوزون كان ممكن انه الاشعه الداخله لكوكب الارض تلقى طريقه وترجع تخرج للفضاء الخارجي، لكن المشكله انه بيجوا اثنين، بيجوا ثقب اوزون يعني في كميه زياده من الاشعه الضوئيه داخل كوكب الارض، وفي نفس الوقت في احتباس حراري بخلي انه الاشعه الزياده الطبيعيه العاديه من غير ثقب اوزون ما قدرت تطلع، فما بالك لما تجينا كميه زياده من الاشعه الضوئيه داخل لنا من الارض. لكن ثقب الاوزون يمكن الحاجه الوحيده المشتركه بيناتهم هو تغير المناخ، انه يعني الحاجه المسببه والاساسيه هي غازات يعني معينه اللي هي جزء منها غازات الاحتباس الحراري نفسها، يمكن دي الحاله الوحيده المشتركه، لكن هم مشكلتين مختلفات من بعض. التئام ثقب الاوزون ده اخواننا ما عنده علاقه بـ 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 بالكورونا، التئام ثقب الاوزون ده عنده علاقه بانه الدول الاوروبيه والدول الامريكيه والكنديه وكده، طبعا اكتشفوا انه اغلب السرطانات بتاعت الجلد اللي بقت تصيب مواطنين وخصوصا يعني ذوي البشره الفاتحه جدا وخصوصا كبار في السن سبب ثقب الاوزون، فدفعوا مبالغ طائلة جدا جدا لأنه يعني شنو يحاولوا يتغلبوا على المشكلة دي. يعني يمكن تغير المناخ هم ما كانوا حاسين بتهديد كبير منه، أو لحد الآن يمكن ما حاسين بتهديد كبير، أو خايفين من العواقب الاقتصادية لتغير المناخ، عشان كده الأكشن بتاعهم أو العمل اللي عملوه للأوزون هو أكثر بمراحل من العمل اللي عملوه لتغير المناخ.
فيعني هي لأنها حاجة مست صحة المواطنين بتاعينهم بالدرجة الأولى وبصورة مباشرة جدا، ويعني بقت تمس جهازهم الطبي وجهازهم يعني السيستم الصحي في بلادهم، عشان كده دفعوا مبالغ قائلة لأنهم هم يحاولوا يحلوا المشكلة ويغلقوا ثقب الأوزون، لكن ما عنده علاقة مباشرة بالحادثة بتاعت كورونا نفسها. يعني يمكن حادثة كورونا بس ساعدتهم إن هم يعني يزيدوا جهودهم. يمكن أتمنى أكون جاوبت على سؤالك بصورة كويسة. شكرا جزيلا. إلى الآن ما في أسئلة في مجموعة البث المباشر في الفيسبوك، ممكن تواصلي بعدين الزول اللي عنده سؤال يطلع في الشات أو يرفع يده. تفضل. طيب أنا زي ما قلت لكم في بداية اللايف إنه أنا ما عملت برزنتيشن جاهز عشان أوريكم إنه ممكن تحصلوا على المعلومات بسهولة ومن مصادر متعددة يعني، وما تلتفتوا للشائعات دايما، ويعني إنسان خليه عنده critical thinking أو تفكير نقدي. يعني هل الكلام ده منطقي الكلام ده ما منطقي، نخش جوجل نتأكد، نخش البينج مثلا أو محركات البحث المختلفة، فيها معلومات كبيرة جدا ومعلومات مفيدة جدا ممكن الإنسان يلجأ لها، عشان شنو؟ يا إما يصحح معلومة عنده، يا إما يتأكد المعلومة أساسا سمعها، يا إما يعني فضول بس رغبة لإشباع الفضول لحد. فأنا هسه هعمل سكرين شير برضو وهامشي معاكم واحدة واحدة للينكات يعني مجموعة من الروابط والمجموعة من المقالات الموجودة في الإنترنت، وحتى أوراق علمية معتمدة منشورة عندها علاقة بتغير المناخ والفيضانات وكيف ممكن تغير المناخ يكون مربوط بصورة مباشرة بالفيضانات. قبل كده عايزة أعرف ظاهرتين مهمتين اللي هما ظاهرة النينو والإل نينو، وأوري الفرق بيناتهم وكيف ممكن هم يكونوا سبب أساسي في مشكلة الفيضانات الحسي حاليا خاصة معانا دي، كمان حتى مشكلة الحرائق اللي اتكلم عنها أستاذ وافي. هحاول نشرحها بصورة مبسطة، وبعد ذاك نمشي على الروابط أو يعني اللينكس المختلفة اللي أنا لقيتها في الإنترنت بتتكلم باللغة العربية وبالإنجليزية برضو عن التغير المناخ والفيضانات والعلاقة بيناتهم. طيب يا شباب، ببساطة جدا جدا فتحت الجوجل وكتبت ظاهرة النينو والنينو والفرق بيناتهم، جاتني الصفحة دي، وهي إخواننا الصفحة دي عبارة عن ويب سايت أو موقع اسمه الطقس العرب. الطقس العرب ده بيتكلم عن الـ يعني شنو عرب ويذر، اللي هو الظواهر الطقسيه والظواهر المناخيه المختلفه العربيه والدول العربيه. يعني يمكن انا ليه لجأت للحاجه دي لانه يمكن ما كل المشاهدين او ما كل المستمعين عندهم يعني المام كافي باللغه الانجليزيه والمصطلحات اللي فيها، فاسهل للفهم وابسط انه احنا نتكلم بالعربي قدر الإمكان، عشان كده يعني يمكن واحد ده واحد من أكثر المواقع المميزة. فيه وحدات الطقس المختلفة، نشرات الجوية، أخبار الطقس والعلوم والطبيعة، سواء كان فلك وفضاء، سواء كانت الحيوانات والحشرات أو الطاقة أو علوم الطقس ذاته أو الاكتشافات الجديدة. وفيه الأقمار الصناعية، وفيه مختصين، وهو يعني يمكن موقع فيه معلومات كافية وشاملة. طيب نجي نتكلم بصورة أوضح عن المقال اللي انا لقيته واللي انا شايفه انه مهم جدا وعنده علاقه مباشره بموضوعنا الليله. طيب قال لكم تاثر العالم منذ ربيع 2015 بما يعرف بظاهره النينو المناخيه التي بدات تشتد في صيف العام ذاته. يعني ظاهره النينو ظهرت بتاني اخواننا 2015، لكن بلغت ذروتها في شهر شنو؟ ديسمبر. طيب يا جماعه، الحاجة الأساسية برضو اللي إحنا ممكن نتكلم عنها إنه في ظاهرة النينو وظهرت 2015، وفي حاجة اسمها ظاهرة النينا. طيب يا إخواننا، هي شو ظاهرة النينا؟ وبعدين هنفرق بين النينو والنينا ذات. طيب أول حاجة، ظاهرة النينا هي ظاهرة مناخية تحدث نتيجة برودة غير عادية لسطح المياه في المنطقة الاستوائية في المحيط الهادي. إحنا عارفين إنه في حاجة اسمها محيط هادي. المحيط الهادي ده هو كبير ومتسع جدا جدا، واللي هو الباسيفيك. المحيط ده في منطقة صغيرة بتقابل بصورة مباشرة المنطقة الاستوائية أو خط الاستواء.
البرودة اللي بتحصل في سطح المياه في المنطقة الاستوائية دي في المحيط الهادي بتأثر بصورة مباشرة في معدل هطول الأمطار، تمام؟ الظاهرة دي في العادة بتحصل كل 2 لـ7 سنوات، يعني التكرر بتاعها ممكن يكون كل 2 سنين، كل 3 سنين، كل 4 سنين، كل 5 سنين، أو كل 7 سنين. ما في قاعدة، يعني يمكن أكثر حاجة مهمة جدا نكون منتبهين لها إنه في تغير المناخ ما في قاعدة، يعني ما ممكن نقدر نقول إنه والله الحاجة دي بتتكرر كله كده وكله كده، يعني ده كله عبارة عن تنبؤات وقد تكون ما 100% صحيحة. طيب يا جماعة، بتظهر وين ظاهرة النينا دي؟ بعينه هي بتحدث في المنطقة الاستوائية في المحيط الهادي، لكنها هي بتظهر في الخريف تحديدا. وين؟ في نصف الكرة الشمالي، يعني أوروبا، كندا، أمريكا، القطب الشمالي، دي المناطق اللي بتظهر فيها الظاهرة بتاعت النينا. طيب يا إخوانا، الفرق بين النينو والنينا هي شنو؟ هما الاثنين ظاهرتين مناخيات، يعني شنو؟ يعني إخواننا رصدوهم على فترات زمنية طويلة، ما في يوم ولا في ليلة، تم رصدهم في فترات زمنية طويلة. طيب يعني الاثنين، ظاهرة النينو وظاهرة النينا، الاثنين بيحدثوا وين؟ في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي. لكن يا جماعة، ظاهرة النينو بتأثر على العالم اللي هي بتحدث نتيجة لارتفاع سطح حرارة المياه في المحيط الهادي عن معدله، يعني لو ارتفعت درجة الحرارة في المحيط الهادي عن المعدل بتظهر لنا شنو؟ ظاهرة النينا. ولو انخفضت درجة الحرارة في سطح المياه في المحيط الهادي وين؟ لكن يعني في المنطقة الاستوائية بتظهر لنا ظاهرة النينو. طيب أول حاجة، تأثير ظاهرة النينو، ظاهرة النينو دي شنو؟ زي ما احنا قلنا، أو احنا ممكن نكون كلنا عارفين إنه أساسا الأمطار بتحصل عن طريق تبخر المياه من المسطحات المائية المختلفة، مما يسبب بعد حركة الرياح والبرودة المختلفة لهطول الأمطار. الحاصل شنو يا إخواننا هنا هذه الليلة؟ الحاصل إنه ظاهرة النينا دي بتقوم بتأدي لنا لارتفاع درجة الحرارة، يعني حر شديد، وطبعا بتأدي لنا لإقلاب الأمطار، ولكن بتحصل العكس في دفء مناطق الشرق، لكن بيحصل العكس في مناطق الغرب، بتزداد الأمطار وتنخفض درجة الحرارة عن معدلاتها، وبتزداد فرص حدوث الفيضانات والسيول. طبعا اكيد كل ما ارتفعت معدلات هطول الامطار بتزداد فرص حدوث الفيضانات والسيول، تمام. الحاجه المهمه جدا احنا نتكلم عنها يا اخواننا في ظاهره النينو، ظاهره النينو دي حصل معانا الأستاذ السوداني، ده هو اسمه دكتور بسر عبد الله حسن الفروق، قدم ويتكلم فيها بصورة يعني مبسطة وبصورة مستفيضة عن ظاهرة النينو وظاهرة النينو، وممكن أمر لكم سريع جدا جدا على شرح النينا والنينو، يعني شنو وكيف التروبيكال هيت. يا نسرين، ايوه الانترنت بتاعك كان سيء جدا، عامل ايه؟ عدد شير تاني اخر كلام طيب. ما سمعناه اخر حاجه، اتكلمنا عن البرزنتيشن اللي قدمه الدكتور مدثر زرو، كلامي كان واضح فيه ولا لا؟ ايوه كان واضح لما بديت قلت البروفيسور كده، بعد ذاك الانترنت بقى. تمام، قدم محاضره شيقه جدا يوم الخميس الماضي، وتكلم فيها عن ظاهرة النينو واللانينو برضو، أو النينو والنينا، ووضح كيف ممكن يعني تأثر، يعني حاجة في المحيط الهادي هناك وتأثر فينا نحن هنا في السودان. يمكن الرسمة التوضيحية دي حتوصل كثير من المعلومات، اللي هي بتوضح إنه كيف بيحصل اللانينا، واللي هي بيحصل فيها انخفاض درجة الحرارة، وكيف بتحصل اللانينو او النينو واللي هي اللي بيحصل فيها ارتفاع درجه الحراره. طبعا يا جماعه، ده سطح البحر،
وده شكل الموجات. لما الموجات تكون جاية من باطن الأرض، من باطن الأرض وطالعة للأعلى، ده بيسبب ارتفاع في درجة الحرارة. لما الموجات تكون اتجاهها من فوق لتحت، ده بيسبب البرودة. ليه؟ لأنه هو ماشي عكس اتجاه الحرارة، مش هي رافعة الحرارة معاها لأعلى، ولكن العكس، هي بتعمل حركة بتبرد الموجات أو بتبرد سطح المحيط. طيب إخواننا، ده علاقته شنو بالحاجة اللي حاصلة معانا إحنا هنا في السودان، أو علاقته شنو بتغير المناخ عموما، عفوا بالفيضانات اللي حصلت في السودان عموما. دي الرسمة يا إخواننا اللي بتوريكم الأنيميشن بتاع النينو، اللي هي دي شكل الحركة بتاعت الموجات. لما الموجات لاحظوا لها، لما تكون طالعة الأعلى بتكون لون أحمر بترتفع الحرارة، أما لما تنزل لتحت بيكون لون أزرق اللي هي بنخفض فيها درجة الحرارة. دي يعني أنيميشن أو منظر متحرك فيه محاكاة لحركة الأمواج في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادي، اللي هي دي بتأثر لنا بصورة مباشرة على حركة الأمطار وعلى هطولة. يمكن الانيميشن ده يعني مشكور جدا دكتور مدثر زروب، يعني مجهود كبير وجبار جدا من الشباب اللي اشتغلوه، لانه هو محتاج كميه من الداتا تدخل، وعمليه بتاعت النمذجه الرياضيه معقده جدا 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 جدا. طيب، في زي ما قلت مواقع الكترونيه كتير جدا ممكن توريك ظواهر النينو واللانينو او تكرارهم في السنين المختلفه، ولكن المهم جدا المعلومة اللي احنا نذكرها ونخليها في بالنا، دي هو عمل دراسة عديلة على النينو واللانينو في بحيرة فيكتوريا، اللي هي طبعا منبع النيل الأبيض. يعني في ناس كتير بيفتكروا انه السدود عندها علاقة مباشرة بالحصل ده، ولكن كل الدراسات أثبتت إنه الحاجة اللي حصلت إنه دري كونجوجين أو يعني سنتاج طلع بها الدكتور زروق ذاته، إنه السنة دي حصلت حادث ظاهرة نادرة جدا، وهي انه كان في نينو في المحيط الهادي، يعني الحراره مرتفعه، وده بيؤدي للسودان، وكما حيجينا مطر تكون نجفاف كبير جدا جدا، لكن تؤدي لأمطار يعني زيادة وسط البحيرات اللي هي بحيرات على التركوري تقريبا. لكن حصل إنه جاءت الآية ووصلت الآية لحد بداية السنة الجاية كبيرة، 4 شهور متوسطة، لكن أمطار يا نسرين والله صوتك متقطع جدا جدا، وظاهر لي فقدناها، مشكلة في الانترنت، إن شاء الله تكون الانترنت تصلح عشان تواصل في النينو ولا نينا. طبعا للشباب، أيوة الانترنت عندك سيء شديد، وشرحك كان جميل جدا في فكرة النينو واصلة واصلة. انا اسف للمرة المليون، يعني انا بيظهر لي انه لو باندويث، فاذا انت عملت الشير سكرين رايك شنو، تقفل الكاميرا وتتكلم بالميكروفون بس، ممكن تمام ما يقطع المره دي. طيب ايوه، الحاجه اللي حصل شنو، انه بعدين قام لانه 2019 كانت يعني نمرة 2 في درجة الحرارة بعد 2016. كل الدراسات وكل الإحصاءات وكل محطات الرصد أكد إنه سنة 2016 كانت أسخن سنة في 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 التاريخ الحديث للكرة الأرضية،
وبعد ذاك جات سنة 2019 كانت ثاني أسخن سنة في التاريخ الحديث يعني. فقامت السخونة الشديدة في 2019، خلت إنه في آخر 2019 يعني قلبت الآية وتحولت النينو للانينو أو النينا، وده أدلنا لأمطار غزيرة جدا في منطقة البحيرات. طبعا يا إخواننا الأمطار الغزيرة في منطقة البحيرات بتسبب لنا فيضان، لكن لا فيضان لا نيل للنيل الأبيض، تمام؟ النيل الأزرق فيضانه بيسبب الأمطار الغزيرة في منطقة الهدف الأثيوبية. لحد يا إخواننا لحد ما نحن شغالين بظاهرة اللانينو، إحنا عندنا فقط أمطار غزيرة في منطقة البحيرات، وكان هيعمل جفاف في الهضبة الأثيوبية. الحاصل شنو؟ إنه فجأة برضو في منتصف عام 2020 إحنا فيه ده، قلبت الآية تاني ورجعت حالة اللانينو وتغيرت للانينا، ودي معناتها برودة سطح المحيط الهادي اللي بيدلنا لقلة في الأمطار في منطقة البحيرات، لكن زيادة أمطار غزيرة جدا في منطقة الهضبة الأثيوبية. وده العمل إنه يكون في يعني في فيضان كبير جدا. الحاجة التغير ده يا اخواننا اللانينو في فترة صغيرة جدا حصل فقط 5 مرات من عام 1950 لحد الليلة، يعني في ما يعادل 70 عام، في 70 عام حصلت فقط 5 مرات، لكن يعني يبدو انه 2020 يعني ما شاء الله سنة رهيبة شديد، فحصلت فيها غير الكورونا وغير المشاكل الثانية الحاصلة في العالم، ثاني المرة السادسة حصلت انقلاب من اللانينو للانينا في زمن فترة قصيرة شديد. الخلى انه فيضان السودان اخواننا يكون كبير وغزير وضخم للدرجة دي السنة دي، انه التقى الامطار الغزيرة في بحيرة فيكتوريا ومنطقة البحيرات بالامطار الغزيرة حصلت في الهضبة الاثيوبية، وده خلى انه في الفترة الاولى كان في ارتفاع لمنسوب النيل في النيل الابيض، وبعد ذاك جاء قابل ارتفاع كبير جدا وضخم جدا في منسوب النيل الازرق من الهضبه الاثيوبيه، ودخل لانه النيلين النيل الابيض والنيل الازرق الاثنين هم فايضين، عشان كده اخواننا الفيضان كان كبير جدا ومدمر جدا بالنسبه لنا احنا في السودان. ودي حاجه ظاهره نادره جدا انه يكون في فيضانين في شهر واحد، والظاهرة دي حسب رؤية دكتور مدثر قد لا تتكرر قريبا، لكن حسب رؤيتنا نحن كعلماء تغير مناخ أو خبراء تغير مناخ أو يعني باحثين في تغير المناخ أو يعني ناس شغالين في المجال ده، بنتأكد إنه ما في تأكيدات، يعني حاجة ممكن تتكرر السنة الجاية، ممكن تتكرر بعد 100 سنة، ممكن تتكرر بعد 5 سنين، ممكن ما تتكرر تاني أبدا، ممكن تجينا كل سنة، فما في يا إخواننا ما في أي تأكيدات للوضع الحاصل. فيا جماعة يعني يمكن الشرح البسيط لظاهرة النينو وظاهرة اللانينو أو النينو والنينا يمكن يعني يوضح لكم ليه يا إخوان الأمطار جات كثيرة في منطقة في زمن معين، ومعاها أمطار كثيرة في منطقة في زمن معين تاني، لكن للأسف ما في قاعدة الناس ممكن تمشي عليها عشان تقدر تعرف إنه إخواننا هيظهر نينو ولا نينو، يعني في يعني معدل معين بتاع انقلابات بين النينو واللانينو أو النينو والنينا، لكنه للأسف ما ثابت بسبب شنو؟ بسبب تغير المناخ، فإحنا ما عندنا حقيقة قدرة على التنبؤ المبكر جدا 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 بأنه هيحصل شنو السنة دي، لكن في إنديكيترز أو في مؤشرات واضحة بتوري إنه حيكون في نينو ولا نينو، يعني ممكن الناس تستعد لها لكن ما حيكون استعداد مبكر جدا جدا للأسف الشديد. فأنا للمرة الثانية حابة أشكر جدا جدا دكتور مدثر زيد زروق على المحاضرة القيمة اللي قدمها لي أنا يوم الخميس، حقيقة أنا شخصيا يعني استفدت منها بصورة كبيرة جدا وبصورة مباشرة. طيب نجي للأوراق العلمية الثانية أو المقالات المنشورة في الإنترنت الأخرى عن تغير المناخ والفيضانات. يعني أنا هسه كده شرحت لكم الجانب العلمي، لكن نجي نشوف تجارب من دول تانية وحاجات أساسا يعني عنده علاقة بالمناخ. طيب أنا شايفة في سؤال في جيف الجات، هل السبل التي ينشأت على النيل دور في الفيضانات؟ يمكن الزول ده يعني ما جاء متأخر أو ما تابع معانا، لكن أنا كنت بشرح بصورة مباشرة إنه سبب الهطول الغزير للأمطار هو يعني يعزى بداية كبيرة لظاهرة النينو واللانينو القاعدين يحصلوا وين؟ في المحيط الهادي وقصاد المنطقة بتاعت خط الاستواء في المحيط الهادي هناك، يعني إحنا في السودان هنا أو النيل الأزرق تحديدا أو النيل الأبيض ما عندهم علاقة مباشرة، أو اللي بيحصل فيهم ذاته ما عنده علاقة مباشرة بهطول الأمطار أو درجته.
في سؤال إنه هل في ما في وسائل تنبؤ خالص ولا في السودان ما موجودة؟ الاثنين يعني سؤال جواب الاثنين جزء من كده جزء من كده. ما في وسائل تنبؤ بعيدة المدى، يعني هسه مثلا ناس الطقس ممكن يطلعوا لك إنه والله الليلة حيكون حر، بكرة حيكون برد، شهر 10 حيكون كده، شهر 12 حيكون كده، ممكن حتى تعرف حالة الطقس وحالة يعني تغير الجو لحد السنة الجاية. للأسف في ظاهرة النينو ولا نينو ما ممكن نعمل تنبؤ طويل المدى للدرجة دي، يعني سنة أو 4 شهور أو 5 شهور أو كده. لكن الحاجة اللي ممكن نعملها إنه ممكن نراقب محطات، نركب محطات رصد في محيط الهادي ذاته، المنطقة القريبة من خط الاستواء، عشان نقدر نراقب حركة الأمواج اللي هي بتورينا إنه حيكون في ظاهرة نينو ولا حيكون في ظاهرة نانينو أو نينو نينا. وبعد ذاك على هذا الأساس ممكن نعمل نماذج رياضية نقدر نتنبأ بها على هيحصل شنو. لكن طبعا نسبة الخطأ بتكون واردة في النماذج الرياضية لأنها ما بت... يعني بتكون محاكاة فقط للطبيعة. طيب نجي نرجع للمقالات اللي أنا لقيتها في الإنترنت وعندها علاقة بالفيضانات الغيمنة. طيب كده انتهينا إخواننا من ظاهرة النينو ولا نينو أو النينو والنينا وشرحناها شنو. نكفي نطوال الويندو ده، نمشي لويندو تاني إخواننا. طيب في علماء في اليابان ومعاهم علماء من إنجلترا أو من المملكة المتحدة UK أو بريطانيا، عملوا دراسة بيتكلم عن إنه تغير المناخ حيزيد فيضانات الأمازون والنيل. أنا بس دار أكد لكم إنه الموضوع ده كان طول، يعني ما اتعمل السنة دي فجأة مع الفيضان، لكن هي حاجة قديمة يعني. طيب أنا حابة بس أوريكم تاريخ الدراسة اللي اتعملت دي بتين. أيوة الدراسة دي اتعملت يوم 10/6 يا إخواننا 2013، أو مش اتعملت، اتنشرت يوم 10/6/2013، معناتها أكيد العلماء اللي بدوا يعملوا الدراسة دي بدوا فيها قبل التاريخ ده. نرجع نشوف إخواننا نازل عملوا شنو بالظبط. الورقة دي موجودة ومشهورة في موقع الجزيرة .net، وتغير المناخ يزيد فيضانات الأمازون والنيل، ده حسب الهيدلاين أو المنشية العريضة، تغير المناخ يزيد فيضانات الأمازون والنيل. طيب نشوف الدراسة دي عملوها كيف وكان الكلام المذكور فيها شو. طيب رجحوا خبراء من بريطانيا واليابان أن يزيد التغير المناخي هذا القرن فيضان بعض الأنهار مثل النيل والجانج والأمازون، وحيقلل فيضان أنهار أخرى زي الدانوب الذي تفيض مياهه حاليا، اللي هو الكلام ده كان سنة 2013، كان نهر الدانوب فيه فيضان. ومنوهين بضرورة تتخذ الحكومات المعنية إجراءات الحيطة للحد من الأضرار المتوقعة من الفيضانات. عاين إخوان شوفوا الاستيتمنت ده كيف، رجحوا خبراء من بريطانيا واليابان أن يزيد التغير المناخي هذا القرن، لاحظتوا هذا القرن، يعني الناس ما بيتكلموا عن يوم، ما بيتكلموا عن شهر، ما بيتكلموا عن سنين، يعني ما بيتكلموا عن 10 سنين جاية، بيتكلموا عن 100 سنة. يعني كلامهم ده انه حسب الدراسه اللي عملوها انه في 100 سنة الجايه دي حيكون في فيضانات مستمره في النيل والجانج والامازون، في نفس الوقت حيقل الفيضانات مياه انهار اخرى زي الدانو. تمام، ده بيتكلم لنا عن تنبؤ طويل المدى، ده جزء بتاع المناخ، يعني ده ممكن احنا نقول عليه مناخ، انه اخواننا والله نهر النيل ده كان بيفيض مثلا بمعدل كده كل 10 سنين، هسي حاليا بسبب تغير المناخ حيزيد المعدل ده، هيزيد معدل المياه يعني شدته وشدة الفيضان، وحتزيد برضو السنين المتكررة فيها حدوث الفيضانات. لكن مهم جدا إخواننا إنه نقرر إنه أي حاجة عندها علاقة بتغير المناخ أو التنبؤ بالمناخ هي حاجات بتقبل الخطأ وبتقبل الصواب فيها، لأنها هي عبارة عن محاكاة وتخيل للمستقبل وفيها درجة من الخطأ. تمام، يعني ما أكيد الكلام ده، ده بس حسب الدراسة اللي هم لقوها. طيب بحسب الدراسة التي نشرت الأحد في دورة تغير المناخ الطبيعة، فإنه متوقع على وجه الإجمال أن يشهد هذا القرن، تاني هم كرروا كلمة القرن، زيادة كبيرة في الفيضانات. وين يا إخواننا؟ في جنوب شرق آسيا ووسط أفريقيا وجزء كبير من أمريكا الجنوبية، اللي هم تقريبا دول الجلوبال ساوث أو دول الجنوبية، جنوب شرق آسيا وسط افريقيا وجزء كبير من امريكا الجنوبيه، اللي هي دي المناطق فوق خط الاستواء تماما، دي الخط ده المنطقه دي كلها الواقعه في الشريط ده، حتى يعني تتوقع فيها انه حيكون في زياده بتاعه فيضانات.
طيب وقال لكم هم عملوا دراسة في كم 29 نهر، لأنه قال لكم سيزداد طوال الفيضانات الجارفة في أغلب الأنهار 29 التي شملتها الدراسة، بما في ذلك أنهار يانغستي وميونغ والجانغ في آسيا، وأنهار النيجر والكونغو والنيل في أفريقيا، ونهر الأمازون وبارانا في أمريكا اللاتينية، والراين في أوروبا. دي الأنهار هم متوقعين إنه حتقوم تزيد فيها الفيضانات وحيزيد كميتها وحيزيد معدلها. أما في فيضانات في المناطق الثانية حتقل، ده اللي هو نفس الكلام إحنا قلناه، عنده علاقة مباشرة بين النينو واللانينو والنينو والنينا، إنه حيقل طوال الفيضانات في بعض الأنهار زي المسيسيبي في الولايات المتحدة والفرات والدانوب في أمريكا في أوروبا عفوا. دي الأنهار حيقل فيضاناتها. وتوقع الخبراء كذلك أن يزيد الماء في شمال غرب أوروبا ويقل في شريط عريض يمتد من البحر المتوسط لحد ما يصل أغلب أوروبا الشرقية لحد روسيا. ويعني هسي الحالة دي ما حاصلة عندنا برانا، قال لكم منطقة حوض الدانوب في حاليا اللي هو في 2013 الزمن اللي انتشرت فيه الدراسة فيها فيضانات شديدة، واضطرت عشرات الآلاف للإجلاء عن ديارهم، وأكثر من 10 أشخاص ماتوا في ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا وبولندا والتشيك في الأسبوع الماضي، بيتين الكلام ده إخواننا في 2013. طيب هنا جاوا يتكلموا لنا عن النيل واللانينو أو النينو والنينا، إنه يقول العلماء إن ارتفاع درجة الحرارة يؤدي عموما إلى زيادة خطر الفيضانات، لأن الهواء الساخن يمتص قدر أكبر من الرطوبة مما يسبب مزيدا من المطر، والنتيجة الإجمالية إنه تغيرات الرياح وعوامل أخرى حترجح زيادة كمية المياه في بعض المناطق ونقصانها في مناطق أخرى. طيب 2013 كان ارتفاع متوسط حرارة سطح الأرض، ده اللي هو الكلام اللي أنا شرحت لكم بجسم البيت 0.8، طبعا هسه احنا في 2020 زي ما شرحت لكم وصلنا لواحد عديل أو 1.1 تقريبا. طيب ده الكلام احنا تكلمنا عنه قبل، إنه برضو الغازات الاحتباس الحراري وغيره. طيب نجي للجزء المهم جدا، انه التحذير المبكر يساعد الحكومات على اتخاذ اجراءات لحد من الاضرار مثل اقامه الحواجز لارتفاع لاحتواء ارتفاع المياه، وحظر البناء في السهول المهدده بالغمر، وزراعه مزيد من المحاصيل المقاومه للفيضان وغيره. دي اخوان الاجراءات اللي بتتخذها الحكومات لشنو التاقلم مع الفيضان او حتى الاستعداد المبكر له. حنجي نتكلم كثير في النهايه اللي هو الجزء اللي عنده علاقه بفيضان السودان عن البراجراف ده، عشان كده اخواننا عليكم الله خلوه في بالكم لانه حقيقه براجراف جدا جدا. طيب نجي للكلام اللي انا قلته ثاني، انه من ناحيه اخرى فان تقرير اصدرته للعلماء التابع للامم المتحده عام 2012 بيتناول الفيضانات العارمه، انه لا يمكن الثقه في التوقعات الخاصه بالتغير في فيضان الانهار الا بحاجه محدوده بسبب وجود كثير من العوامل غير المؤكده. الزول سالني قبل شويه هل ما في ادوات تنبؤ ولا في، لكن في السودان ما في. يمكن الفقره دي بتجاوب لك انه نحن للأسف الشديد ما بنقدر نتنبأ على المدى البعيد، أو حتى إذا تنبأنا بيكون في نسبة كبيرة من الخطأ ونسبة كبيرة برضو من الصواب، فما بتقدر تعرف بالضبط اللي هيحصل شو. طيب كده إخواننا خلصنا هنا اللينك الأول اللي أنا لقيته في جوجل بيتكلم عن شنو تغير المناخ والأمطار. طيب نقفله، نجي لمقال تاني لقيته في حرة، وهو ده يمكن بيرد على أجوبة ناس كتار جدا. المقال بيقول فتح بوابات السد العالي، هل كان بإمكان مصر إنقاذ السودان من الغرق؟ نجي للكلام ده. طيب اتكلم عن الارتفاع التاريخي لمستوى النيل الأزرق، واتكلم عن تجاوز معدات الفيضانات، الأرقام القياسية تسقط بين 1946 وبين 1988 وغيره، المعلومات اللي احنا اوريدي عارفينها، وانه في حصل اعلان لحاله الطوارئ ودرء اثار الخريف مده 3 شهور، وده كله احنا عارفينه. يعني جابوا برضو بعض التعليقات من التويتر تقريبا، يعني انه مصر قفلت السد العالي عشان احنا ما نغرق، وانه ليه محتاجين السد الضخم بتاع اثيوبيا في يعني سد النهضه وللتحكم في الفيضانات وغيره. طيب يمكن الرسمه دي هي مهمه جدا جدا جدا، انه يا اخواننا اقصى ارتفاع للسد العالي كان عباره عن كم 200 متر فوق سطح البحر، اما العاصمه السودانيه خرطوم بتقع على ارتفاع 380 متر فوق سطح البحر. يعني نحن الخرطوم هنا يا اخواننا والسد العالي هنا، ف
فيعني المويه بطبيعه الشكل الفلو حقها او التدحرج الطبيعي للمياه هي بتمشي من الخرطوم للمنطقه دي، فاي مويه بتكون هنا نفس المويه اللي بتكون هنا. يمكن فتح البوابات حقت السد العالي يمكن كان انه ساعد في انه يقل شويه من اثار الفيضان، لكن ما كان حيحل المشكله بصوره كبيره، ده غير انه الضرر هنا حيكون كبير جدا جدا، وفي النهايه طبعا كل دوله بتراعي مصالحها يعني. طيب طيب هنا ده برضه سؤال مهم، ما دور سد النهضة إن فيضانات هي ظاهرة طبيعية مرتبطة بعوامل مناخية قد يصبح يصعب التنبؤ بها؟ يعني يمكن السدود ما عندها علاقة مباشرة بالفيضانات، هنشرح بعدين السدود بتعمل شنو، لكن المعلومة المهمة إنه السد محتاج لخمسة أعوام زيادة عشان يقدر يصل لارتفاعه النهائي، يعني السد محتاجين عشان بعد ما يتفقوا في الاتفاقية الدولية ويبدأ الملي الحقيقي محتاج 5 سنين يكون بملأ لحد ما يصل الارتفاع بتاعه ممكن فعلا يقوم يعمل تأثير حقيقي في 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 السودان، سواء كان من ناحية طقس أو سواء كان من ناحية مناخ على المدى الطويل، يعني على المدى البعيد والطويل. طيب كده خلصنا الاثنين، نجي لحاجة مهمة جدا اللي هي معلومات خمسة، 5 things you need to know about flooding and climate change، اللي هي دي برضو حاول اتكلم عنها بالعربي. انه في خمسة معلومات اساسية المفروض تعرفوها عن تغير المناخ والفيضانات. اول حاجة لما يكون عندنا warmer atmosphere، لما يكون عندنا غلاف جوي حار او دافئ، ده بيؤدي لنا لشنو؟ تبخر مزيد من المياه. دي حاجة معروفة يعني واضحة، يمكن لا يزول عنده أي بيزك من العلوم إنه درجة الحرارة العالية بتأدي لنا لشنو؟ لتبخر زيادة من المياه. التبخر الزيادة من المياه ده حيقوم حيعمل لنا شنو؟ حيقوم يسبب لنا طول أمطار. المعلومة الثانية المهمة جدا نعرفها إنه يعني الدلائل والمعلومات عن كمية طول الأمطار في الماضي هي ليميتد بل ليميتد شحيحة، يعني حاجة بسيطة كمية بسيطة، لكن قاعد تزداد. وطلعت ريبورت من جهة اسمها الـ IPCC اللي هي الـ Intergovernmental Panel on Climate Change، أو الجهة الحكومية أو الهيئة الحكومية الخاصة بإصدار التقارير عندها علاقة بتغير المناخ العلمية. طلعت ريبورت اسمه Special Report on Extreme Event، تمام. الريبورت ده بيتكلم لنا عن كمية التكرار المتوقع للفيضانات في مناطق مختلفة بناء على النتائج اللي بيجيهم من تغير المناخ. المعلومة الثالثة يا إخواننا يعني هندي flooding is no exception، أي حاجة عندها صوتك ما مسموع يا نسرين، بتغير المناخ او الايفنتس اللي عندها علاقه فلودينج او الفيضانات ما استثناء، يعني اي حاجه عندها علاقه بتغير المناخ صعب التنبؤ بها، بالتالي صعب التنبؤ بشنو؟ بالفيضانات ايضا لانها ما استثناء ابدا. المعلومه الرابعه وقبل الاخيره انه العلماء بتنبؤ انه في امطار، زياده الامطار حتزيد في المستقبل القريب، ويمكن احنا بدينا نلاحظ الحاجه دي في السنين الاخيره، يعني يمكن زمان كان بيقول لك انه عندنا سيول امطار 88، سيول امطار 46 وغيره، لكن اظن ابتداء من 2013 بقى يكون في تكرار كبير جدا وتكرار عقيم جدا لامطار بتغرق الناس بصوره كبيره، حتى الموسم بتاع طول الامطار امتد بصوره كبيره جدا. زمان كان شهر 9 ده يعني بيكون خلاص اواخر الامطار، بدايه 9 بيكون في مطر مطرتين تاني خلاص انتهى مطره، لكن هسي حاليا بقيت الامطار تمتد لحد اخر 10 وكمان بدايه شهر 11. فدي المعلومه قبل الاخيره. المعلومه الاخيره انه الفلود isn't just about rainfall, other human factors contribute to it، يعني ما بس معدل هطول الامطار، لكن في فاكتورز ثانيه عندها علاقه بالفيضانات، ودي حنيجي نتكلم عنها برضو بصورة مستفيضة أكثر، كيف عوامل أخرى ممكن تكون تزيد من حدة الفيضانة. تمام، دي كده المعلومة الورقة رقم 4 اللي احنا لقينا، نشوف الأربعة رقم 5، الورقة رقم 5 سوري، يونيب اللي هو الـ UN Environment Program أو برنامج الأمم المتحدة للبيئة، طلعوا ريبورت برضو بتكلم عن how climate change
is making record breaking floods in new normal. يعني في النيو نورمال دي اخوانا الفترة دائما اللي قاعد تكون بتتكلم عن بعد ما بعد ما بعد الكورونا، يعني سموها النيو نورمال. لكن اللي وين تغير المناخ قاعد يعمل يعني فيضانات فوق المعدل في الفترة دي. الريبورت ده اخوانا عند التاريخ مكتوب طلع يوم 3 مارس 2020، طلع يوم كم؟ 3 مارس 2020، يعني قبل فيضاننا الهسي احنا حاليا قاعدين نعاني منه ده بتقريبا 5 شهور. كان في يعني مؤشرات كثيره بتقول انه السنه دي حيكون فيها امطار كثيره جدا، لكن يعني التفات للعلماء عموما في البلدان قاعد يكون ضعيف جدا جدا، ما بس في السودان بالمناسبه، في بلدان كثيره جدا جدا. طيب هنا حاولوا يشرحوا كيف ممكن تغير المناخ يكون سبب أساسي في الفيضانات، وده يمكن شرحناه كم مرة قبل شوية. وraising global temperature، زيادة المعدل درجة الحرارة في الكرة الأرضية أكيد حيعين لنا أمطار أكثر. والtemperature are on rise، يعني للأسف الأسيف هو فعلا إحنا هنا وقفنا في 1.1 الاحتباس الحراري، معلومة قبل كانت صحيحة إنه إحنا حاليا في 2020 وصلنا 1.1، ولكن للأسف إحنا ما واقفين في 1.1، ولكن الاحتباس الحراري قاعد يزداد ودرجة الحرارة في الكرة الأرضية قاعد تزداد. دي ارتفاع درجة الحرارة من الشهور المختلفة والسنين من 1880، من 1800 ما 1900 يا إخوانا، 1880 لحد 2016، وهسه إحنا هنا في 2020 اللي هو وصلنا لواحدة من أعلى درجات الحرارة في الشهور المختلفة. هنا لو لاحظتوا ليها دي 2020 جانيوري كان 1.19، يعني almost 1.2 يا إخوانا في شهور مختلفة. طيب قال لك هنا what can we expect، الحالة دي إحنا ممكن نتوقع شنو. هم بيتكلموا عن prediction، بيتكلموا عن توقعات لقدام، ويتكلموا عن 2019 emission gap report ده اللي هو بيتكلم عن إنه الدول المفروض تخفض كم، وهس حاليا الدول مخفضة كم، وبالوضع الراهن الحاصل والانبعاثات الحاصل من ثاني اكسيد الكربون والغازات الثقيلة الاخرى السته، احنا حنصل لكم. الريبورت ده مهم، وانا بنصح اي زول انه يمشي يقراه، وغالبا قاعد يكون متوفر بعده لغات، غالبا بيكون موجود باللغات اللي هي كلها سته، فغالبا برضو الناس عندهم مشاكل في اللغه الانجليزيه ممكن يلقوه باللغه العربيه اللي هو 2019 emission gap report. انا بعد السيشن هقوم حنزل كل اللينكات دي اخواننا في الشات انكم ممكن ترجعوا لها في اي زمن، لكن برضو بحاول دائما اشجعكم انه تبحثوا براكم تفتشوا، لانه حقيقه الانترنت فيه معلومات لا حصر لها، فممكن بسهوله تتاكدوا من معلومه تنفو اشاعه، يعني نساعد نفسنا انه برضو احنا نفتش عن الموضوع ده. طيب كده ورقه رقم 5 انتهت، نشوف رقم 6. طيب flooding and climate change everything you need to know، ده هنا تقريبا تقرير كامل عن تغير المناخ والفيضانات، وفيه معلومات مختلفة وثرة وكبيرة جدا، يعني هو ده تقرير كبير وضخم جدا عن تغير المناخ والفيضانات. وفيه يعني لو لاحظتوا هنا فيه 5 أبواب أو 6 أبواب كمان. أول حاجة الفلودينج فاكتس، المعلومات وال يعني الداتا عن الفلودينج، والحاجة الثانية مسببات الفيضانات، والحاجات اللي بتبنى على الفيضانات أو الكونسيكونسز اللي هي الحاجات اللي حتترتب على وجود الفيضان، وكيف الدول ممكن تستعد للفيضانات، وبرضو كيف ممكن تمنع الفيضانات. تخيل التقرير ده مهم وجميل جدا، وبرضو حابة أنبه إنه التقرير ده عمل في أبريل، يوم 10 أبريل نزل في الإنترنت، يوم 10 أبريل 2019. فدي كلها يا إخواننا حيات قديمة قبل ما نحن الفيضان حقنا حق السودان ده يبدأ، يعني كانت في يعني إرهاصات كثيرة جدا، وكان في هي في الحقيقة ما إرهاصات لأنها صدقت، لكن كان في تنبؤات كبيرة إنه السنة بتاعة 2020 حتكون سنة مليئة بالمياه والفيضانات، بسبب إنه 2019 كانت ثاني أسخن سنة على يعني مر الفترة العصر الحديث. يعني ممكن برضو ترجعوا له، ممكن يعني تشوفوا المعلومات المختلفة، ويعني حتى مقسمينها كيف ممكن يكون في فيضان في مناطق حضرية، وكيف ممكن يكون في فيضان في مناطق بدوية، وكيف ممكن نستعد للحياة كلها مختلفة. طبعا يا إخواني دي كلها صور في أوروبا عشان ما تقول السودان براهو، دي حقيقة في كولورادو في أمريكا،
كولورادو 2013، ده منظر الزلط يعني، احنا ما برانا السيل بتاع لنا الزلط، حتى في امريكا السيل قاعد بتاع الزلط، عشان الناس ما تكون مستاءه تحس انه احنا في حته يعني سيئه. طيب فده دمار برضو جاء من في سيدني، هوريكان ده اعصار كان في سيدني. فيا جماعة في معلومات كثيرة جدا منتشرة بالإنترنت، ممكن تلقوها ببساطة وبسهولة وتوضح لكم الحاجات المختلفة اللي ممكن تكونوا تبحثوا عنها، وممكن تديكم معلومات أكثر حتى من أنا ممكن أديكم، لا لأنه في النهاية يعني أنا إنسان وما في إنسان كامل زي ما بيقولوا. فدائما يا إخواننا أبحثوا، دي كمان البي بي سي لأنه طبعا كانت بريطانيا أخذت لها فترة عندها فيضانات. التقرير ده Climate Change Future Floods Will Delay Emergency Response، التقرير ده طلع يوم 18 مايو 2020 يعني قبل 3 شهور من الفيضان بتاع السودان أو الفيضان بتاع النيل الأبيض والنيل الأزرق، طلع قبل 3 شهور التقرير ده لأنه برضو كان في فيضانات مختلفة في بريطانيا. بس طبعا حجم الدمار من بلد لبلد بيكون مختلف. الصورة دي يا إخواننا في بريطانيا شايفينها، شايفين الزول وين وشايفين العربية وين، فإحنا ما برعنا يا إخواننا قاعدين نغرق، العالم كله قاعد يغرق معنا. دي برضو زورة شايلينها بقالب الإنقاذ، فالناس ما تستأشري يعني ما برعنا، لكن ده ما عذر. دائما ما نشتغل بنظرية بتاعت موت الجماعة، هاي الموت موت زي ما بقول. طيب أنا كده يمكن أكون خلصت الجزء الأساسي اللي عنده علاقة بتغير المناخ والفيضان، والعلاقة المباشرة بين تغير المناخ وبين الفيضان ممكن تكون شنو. يعني أتمنى أكون شرحت بصورة كويسة، وأتمنى يكون الكلام يعني أو الشرح وصل لكم بصورة كويسة. فبرضو حرجع تاني قبل ما نمشي للجزء الأخير اللي هو بيتكلم عن فيضان السودان تحديدا، أو فيضان 2020 في اللي حصل في السودان، وال يعني الحاجات اللي حترتب على فيضان السودان وما بعد يعني هسه الفيضان حصل وخلاص والضرر بقى، لكن احنا ممكن في ضرر أكبر بعد الفيضان ممكن نحاول نقلل منه. فدي برضو ده الجزء الثالث حيكون من المحاضرة حقت الليلة. تفضل يا أستاذ وافي، لو في أسئلة موجودة ولا ممكن تنقولها ليلى في الشات أو في اللايف بتاع فيسبوك. شكرا جزيلا يا نسرين، والله قدمتي معلومات فرع وقيمة لعلنا نفقع أو المسؤولين أو القائمين بالأمر. أنا داري قبل حوالي شهر المناخ شغال في مركز الاي سي بي إيجاد كلايمت Prediction and Application Center تابع للإيجاد مركز التنبؤات التغيرات المناخية. ذكر من حوالي قبل ثلاثة شهور إنه يا جماعة الموسم ده حيكون موسم سيء والناس تستعد. استضفناه وقدم لنا برضو جلسة في مجموعة الباحثين تكلم عن الكلام ده، وللأسف زي ما بقوله في النهاية الفيضان حصل وما في زول كان مستعد أو كان خاتل الموضوع اعتبار. أنا أدار أشير لكم بس الصفحة بتاعت اللايف المقدمة، اللايف المقدمة دكتور بكر صالح محفوظ الآن في مجموعة الباحثين، الناس المهتمة ممكن تمشي تتابعه. برضو عنوانه هو التقلبات المناخية وتوقعات هطول الأمطار، يتكلم بنفس الطريقة اللي أنت تكلمت عنها عن النينو واللانينا والحاصل شنو في المحيط الهادي ممكن يأثر في مجاري النيل أو في السودان أو في منطقة جافة بصورة عامة. برضو يعني لهم تقارير شبه يومية الآن بتطلع من المركز ذاته، برضو الناس تتابع يعني يتلبوا. حتى قبل يومين طلعوا عريضة عديل كده يا جماعة على حكومة السودان، إما تجتهدوا في الموضوع ده أو اللي بيحصل يعني. وملاحظين هسيز الظهر أنا شيرت لكم البوست اللي هو الإيجاد كلام Prediction and Application Center، يتكلم انه في خلال الاسابيع اللي فاتت في 16 ولايه من اصل 18 في السودان تاثرت بالفيضان اللي هو ما له مثيل في اخر 100 سنه. وبناء على ذلك ناس الإيجاد قدموا عريضه مذكره عاجله ونشرها من السكرتاريه التنفيذيه للإيجاد انه في خطر محدق او في خطر في كارثه حدث المعنية في المنطقة أخذ متدامر. طيب في أسئلة في الشات معانا هنا شباب، زي ما كلمتكم إذا في زول عنده سؤال عايز يسأل يرفع يستخدم خاصية رفع اليد
أو التب السؤال ده. طيب في سؤال، ما هو دور تخزين وعزل الكربون بواسطة الأشجار في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري؟ تفضل يا نسري. طيب معلش ممكن تكرر لي سؤال تاني؟ في سؤال من محمد حامد قال، ما هو دور تخزين وعزل الكربون بواسطة الأشجار في التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري؟ طبعا دور كبير جدا، دور كبير جدا. يمكن هسه الطرق الوحيده اللي حتكون تنقذنا من تغير المناخ ولا يعني نسب الانبعاثات العاليه من الغازات الدفيئه عموما وثاني اكسيد الكربون تحديدا هو الكربون سينك او مستنقعات الكربون اللي هي عباره عن غابات، يعني الغابه بيقوم تمتص ثاني اكسيد الكربون الموجود في الجو او في الغلاف الجوي، وده بيقلل طبعا بصوره كبيره من اثر ثاني من اثر عفوا التغير المناخي والاحتباس الحراري عموما، فعندها أثر كبير جدا وأثر إيجابي جدا وممتاز جدا. وأنا من هنا بنصح أي زول يزرع له شجرة عشان يعني يحس إنه مساهم في إنه يركز البشرية يعني. طيب في سؤال تاني. طيب أبو القاسم موسى رافع يده، تفضل يا أبو القاسم. You're unmuted، عرف نفسك وتفضل السؤال. السلام عليكم، تحية للأستاذ نسرين في هذه المحاضرة القيمة. الحقيقة سرد لي معلومات ممتازة عن معلومات المناخ والتغيرات المناخية. أنا أبو القاسم إبراهيم، أنا شغال في الإرصاد الجوي، وجذبني كلمة مناخ دي، جابتني طبعا في الليكشر ده، وده كلام جميل جدا. أنا طبعا الحاجات دي كلها بالنسبة لي برضو حاجات يعني ديلي لايف بالنسبة لي، لكن حبيت أضيف أنه يا أخي ظاهرة النينو واللانينا في المحيط الباسيفيك هي يعني هي كانت بتحصل قبل 2015، حصلت كان في سنة 97-98 آخر مرة، بعدك السودان عرف يستعد لها من 2015 مع كل دول شرق أفريقيا. الظاهرة دي هي بتحصل كل سنة، و في السابق كان تأثيرها يعني لما تكون قوية هي بتعمل لنا الأمطار الغزيرة، وزي سنة 88 مثلا لما تكون لانينا قوية، لما تكون نينو هي التسخين بتعمل لنا الجفاف، هذه سنة 84 سنين الجافة اللي هي 2015 برضو واحدة من السنين الجافة جدا. الحاصل أنه الساكل بتاعه كان بيحصل من 50 سنة وكده، حس بقت من 97-98 تاني تكررت لهم بدري في 2015 بقت الظاهرة العجيبة دي، وده كان هو زيادة التسارع في التغيرات، وزادت معدلات السيول والأمطار، والحاجات دي بقت متواترة. وآخر السنين اللي هي من 2005 لحد 2020 يعني فيها 9 من أسخن سنين من تاريخ الرصد يعني حصلت في الكرة الأرضية. إذن الوضع جاد جدا، يحتاج تعامل مختلف، يحتاج تخطيط سليم، يحتاج حاجات بشكل نوعي يعني ما زي تمام. الظاهرة بتاع النيل حاليا في برضه في سايكل ويت سايكل، في أوراق بيقول إنه في سنين هتكون مطيرة في منابع النيل. الساهم في السيول في الفيضان بتاع السنة دي الأمطار هي موجودة، لكن الانتنسيتي اللي هي شدة الهطول اللي هي المليمتر بير أور اللي هي عدد المليمترات في الساعة كانت عالية جدا الانتنسيتي بعد المطر، ودي ما في زول بيقدر يتنبأ بها قبل فترة كافية، دي المشكلة اللي حصلت يعني. لكن التوقعات كلها كانت تشير إلى خريف فوق المعدل، ونشرت في الإيجاد ونشرت في السودان وفوق، لكن الناس اعتادت على فوق المعدل بشكل مختلف، فكان النيل السنة دي بالشكل العجيب. فقدمت معلومات مهمة ومفيدة وروابط إن شاء الله الناس يستفيد منها، والاستعداد للكلايمت تشينج يكون شخصي يعني، أي واحد مفروض يستعيد من بيتهم، طريقة البناء، طريقة التخطيط لأي حاجة في الحياة لازم يكون بعد كده الناس تراعي. البيوت تتغير في الشمالية لازم يشوف لهم يعني بيوت تتحمل مطر، لأنه يعني إحنا آخر 30 سنة مطرنا في حالة الزيادة يعني.
هذه إضافة حبيت أقولها لك، وشاكر جدا لمعلوماتك القيمة والحضور الكريم، شكرا جزيلا. شكرا لك أبو القاسم إبراهيم موسى. طيب أنا أقول في بعض الأسئلة يا نسرين في اللايف في الفيسبوك. سؤال من عمر عبد الجليل يقول الموضوع السيول في السودان ظهرت فيه آراء كثيرة مختلفة، نحتاج لتوضيح أكثر في ذلك. تقريبا الزولة دي وضحت يا عمر، هل هو التغيير المناخي ولا ضعف البنية التحتية ولا سوء التخطيط ولا نقص المعلومات ولا الإنذار المبكر ولا نظرية المؤامرة؟ كده رأيك بس في نظرية المؤامرة الأخيرة دي شنو؟ والله يا جماعة هو يعني أنا شخصيا ما من المؤمنين بنظرية المؤامرة، شخصيا ما من المؤمنين بنظرية المؤامرة خالص بنظريتها يعني، لكن أنا بعتقد إنه في بتتكالب أحيانا ظروف بتخلي الحاجات تظهر كأنها مؤامرة. يعني هسه مثلا يتكالب علينا إنه عندنا إحنا حكومة جديدة لسه ما يعني توطنت بصورة كبيرة جدا في البلد، يعني جاء علينا الانهيار الصحي اللي حصل بسبب الجائحة بتاعت كورونا، جاء علينا انه احنا فعليا ما كان عندنا استعداد مبكر للحاجة دي، يعني ما كان عندنا يعني طوارئ شغالة قبل الطوارئ اشتغلت بعد ما بدل الفيضان. يمكن فعليا برضو زي ما قال الأستاذ قبل شوية انه احنا المواد قاعدين نبني بيها ما قاعد تكون مواد ثابتة، يعني في زي ما شفت في الصور انه في دول كثيره قاعد تغرق، لكن في النهايه ما قاعد يكون حجم الدمار زي اللي قاعد يحصل في الدول الناميه زي السودان، لانه بيكون عندهم استعدادات يا اما حتى استعدادات قبليه، او لو ما استعدادات قبليه بيكون يعني اثناء تخطيطهم للدوله ككل بيكون عندهم نوع من الاستعدادات. فهنا حقيقه يعني بتنقصنا كثير كدوله سودانيه السياسات المختلفه او البوليسيز اللي عندها علاقه بالايرلي ورنينج بالديزاستر ريسك ريدكشن اللي هو التحذير المبكر، والديزاستر ريسك ريدكشن اللي هو يعني تقليل الحوادث او تقليل الضرر الحقيقي من الحوادث المختلفه. يعني الحاجات دي كلها يا اخواننا كلها مع بعض ممكن الزول يقول انه دي نظريه مؤامره، لكن انا بالنسبه لي ده بس قصور بتاع بشر، يعني ما ابدا ما مؤامره من جهه. يعني العوامل الثانية طبعا زي ما وضحنا هسه وقبل شرحنا انه في عوامل مناخية كبيرة هي السبب الأساسي في شدة هطول الأمطار، لكن في عوامل ثانية انا حاجة اشرحها في الجزء الثالث هي سببت لنا زيادة الضرر ده. يعني ده كله حاجة اتكلم عنه لما اتكلم خصوصا عن الفيضان اللي حصل في الخرطوم وفي السودان عموما، يعني ليه كان أثره مدمر للدرجة اللي احنا شفناها دي. كلام جميل. طيب برضو أشوف سؤال، أسئلة كثيرة جدا في الفيسبوك وهنا برضو في الشات. في تصويب من أمل الخليفة بتقول لنا معلش المناخ بضم الميم، فرق كبير بينه وبين المناخ بفتح الميم. شكرا يا أمل الخليفة على التصويب، إن شاء الله هنقول المناخ من اليوم. طيب ثاني أمل الخليفة بتقول إذا حدثت أربع مرات الفيضانات الكبيرة دي من 1950، لماذا لم تحدث فيضانات بهذه القوة مع أن الآن يقولون أن هذه الفيضانات لم تحدث منذ ما يزيد عن 100 عام؟ تمام. طيب في فرق مهم إن إحنا نتكلم عن منسوب المياه وبين الضرر الحصل، تمام؟ في فرق بين الاثنين. أول حاجة في الخمسينات وفي الستينات وفي السبعينات وغيره التنمية العمرانية ما كانت نفس التنمية العمرانية اللي هسه حاصلة، الانفجار السكاني ما كان نفس الانفجار السكاني اللي هسه حاصل، يعني قد يكون جه فيضان كبير تمام وانتشر لكن ما لقي حتة يدمرها أساسا، يعني لقى أرض سهل الفاضية وانتشر فيها وجف بعوامل طبيعية. لكن انت لما تقول الفيضان لما تكون بتتكلم عن الضرر وحجم حجم الضرر بيفرق جدا يا اخواننا من احنا نكون نتكلم عن حجم المياه الهطلت او حجم ارتفاع نهر النيل. يعني في دراسات كثيرة تتكلم عن انه يعني سيول امطار 88 نفس معدل هطول الامطار ونفس كمية المياه الموجودة في المحابس المختلفة الموجودة في النيل هي نفسها اللي كانت في 88 او بفرق بسيط جدا لا يكاد يذكر. لكن في عوامل ثانية ادت انه الضرر اللي وقع على السودان السنة في 2020 بقى اكبر كثير من الحاجات الحاصلة في السنين الماضية، وده حيشرحه بعد شوية في الجزء الثالث او الاخير. طيب شكلنا ما حنمشي من أمل الخليفة دي. تاني كتبت تعقيب بتقول
معلش نحن كجغرافيين، طيب يا أبا الخليفة، قالت نحن كجغرافيين عندنا رأي مخالف تماما لا يتسع الوقت لشرحه. والله يا أبا الخليفة نحن ندعوك أنت والجغرافيين إنه تقدموا لنا تنوير أشمل وأدق، ودي منصة الباحثين السودانيين، ده الهدف منها إنه الناس تتشارك المعرفة اللي عندها، بتقول إنه هناك علماء جغرافيا أفاضل يمكن أن تتم استضافتهم، وأنت منهم بإذن الله، لهم خبرة تحليلية طويلة جدا جدا ممكن يعطونا الأسباب وراء حدوث هذا الفيضان. تاني قالت الكوارث تختلف في معالجتها وآثارها من دولة لأخرى حسب التجهيزات والناحية طبعا الاقتصادية، وكارثة الفيضان في السودان آثاره كارثية ومؤلمة لا تشابه أي تأثير في منطقة أخرى. دي ما الدعوة مفتوحة لك يا حقيقة، أمل إنك تقدمي. بس دي ما حقيقة يا أستاذ وافي، للأسف دي ما حقيقة، لأنه في إنك تعترضي فيضانات تفضلي. حصلت، أي في فيضانات حصلت في بلدان تانية وكانت آثارها مدمرة زي فيضان ده، يمكن شوية، بس يمكن الإعلام بتاعهم كان ضعيف. يعني في مناطق كثيرة في الهند غمرت الفيضانات يعني فظيعة جدا جدا، وفي مناطق، هسه الأثيوبيين ديل بالمناسبة في إقليم كامل غرقان، والناس ديل قريبة ال 2 مليون ولا 3 مليون نسمة حاليا مهجرين من مناطقهم لمناطق تانية. لكن أنا ما عارفة هل في تحطيم إعلامي متعمد أم غير متعمد، لكن المهم إنه في مناطق كثيرة وقع عليها ضرر، ويمكن يكون أكبر حتى من الضرر الواقع علينا نحن. يعني قصة إنه نحن الضرر الواقع علينا أكبر من باقي المناطق دي معلومة ما صحيحة يا إخوانا، ما صح. يعني ما نبخس المشاكل اللي قاعد تحصل للناس التانية بهدف تضخيم المشكلة بتاعتنا، لأنه دي ما حاجة صحيحة. يا أستاذ وافي، بس حابة أأكد إنه كلام في جميل، زي الثلاث ما شهور ذكرت انه الدعوة في الثلاث مفتوحة شهور لعمل. الماضية، معلش، بس في تفضلي. الثلاث شهور الماضية حصلت أكثر من 32 فيضان في مناطق مختلفة حول العالم. يمكن الأثر يكون أقل فعلا، وممكن يكون الأثر أكبر، لكن الإعلام ما عاكس بصورة صحيحة. ولكن دي المعلومة الموجودة، إنه فعليا يا جماعة في مناطق كثيرة حول العالم في خلال الثلاث شهور فقط الأخيرة دي، من شهر مايو لحد شهر أغسطس، اتأثرت بصورة كبيرة جدا من الفيضانات. كلام جميل، شكرا جزيلا. نرجع للتشات يا جماعة معانا في الزوم، أي زول عنده سؤال يستخدم خاصية رفع اليد أو يكتب في حتة الرسائل. طيب، في تساؤل أو سؤال من أحمد عمر يقول شرح وافر، طيب خصوصية غازات الاحتباس الحراري شنو؟ CO، الغازات التاكمية غير قاصد الغازات الثانية غير السي او. كلامه ما مرتب لكن فهمت السؤال ان شاء الله. ما فهمت والله، لكن هو لو بيسأل ايش معنى الغازات دي اللي بتحبس الحرارة، والله دي حي خلق ربنا. لكن طيب، في يعني تعقيب من الشرف قال له NH4 والان او 2 هو كان بيحاول انتوا جالسين الغازات. يذكر بقية هم 6 غازات، هم كان هو كان بيحاول يذكر بقية الغازات الدفيئة أستاذ شرف. طيب، هل السدود التي أنشئت على النيل، تقريبا السؤال ده جاوبت عليه ما في داعي نكرره، أيوة، لكن بخصوص السدود اللي أنشئت، تفضلي. يعني هي طبعا السدود يا اخوان حيكون عندها اثر على الطقس، ولكن اثرها على المدى البعيد لحد الان ما بظل عارفه بصوره واضحه. الشيء الثاني زي ما ذكرت قبالك، انه الاثر بعد ما السد يملى، يعني بعد 5 سنين، لو كنا بنتكلم عن سد النهضه بعد ال5 سنين والسد يملى، بعد ذاك محتاج على الاقل يعني 10 ل 30 سنه مثلا حتى نقول السد عمل تغيير في المناخ عديل. لكن ممكن نتكلم عن انه عمل تغيير في الطقس، مثلا بقت زادت الرطوبه، بقت النباتات ما بتقوم في مناطق معينه، بقت تقوم بسبب الوجود المائي لمناطق كانت جافه. واكيد طبعا السود بتعمل تغييرات، ويعني أظن الدولة الأثيوبية مطالبة بأنها تقدم تقارير أكثر وموضحة ومفصلة أكثر عن التغييرات اللي ممكن تعملها السدود، لكن هي ما عندها أي يعني علاقة مباشرة بالحالة بتاعت الفيضان الحسي حاليا حاصلة دي. ممكن يكون عندها أثر في الفيضانات في المستقبل، لكن ما الفيضانات الحسي حاليا حاصلة يعني.
كلام جميل وشرح وافي. وأنا دار أضيف يا جماعة، اليوم صباحا الساعة 11 المسؤول من الوفد المفاوض من الجانب السوداني في مسألة صد النهضة قدم محاضرة حوالي ساعتين ونص، استضافه دكتور أنور رفع الله في المجموعة دي. فالناس أي أسئلة متعلقة بصد النهضة والحاصل ممكن تمشي تعرف تراجع بس المنشورات بتاعت اليوم صباحا هتشوف الكلام ده. برضه في ورقة كتبها باشمهندس محمد، هو باحث دكتوراه في جامعة مانشستر، محمد آدم أبو بكر بشير، أنا حاول أشاركها معاكم. الورقة دي كتبها نشروها مجموعة تأسيس للنشر، يتكلم برضو عن آثار صد النهضة الإثيوبي على السودان، تاريخ المفاوضات ومناقشة بعض مخاطر وفرص السد. دي صورة السد طبعا من رويترز، تكلم بصورة مستفيضة جدا. الكلام ده اتنشر الشهر الفات يعني قبل حوالي شهر وخمسة أيام. ورقة فيها حوالي 11 صفحة، تكلم بصورة مستفيضة جدا من زول باحث، والسي في بتاع محمد آدم أبو بكر بشير ممكن تتابعوه هنا. هو زول مختص في المجال عشان ما نقول إن زول بيتكلم ساي. هو خريج جامعة الخرطوم، هندسة مدنية، وعمل مساعد تدريس، وبعد ذاك عمل ماجستير في جامعة كولن، تخصص في الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وأخذ جائزة من مجلة سيما ووتر انترناشونال أفضل ورقة علمية في 2016. بحثه بتاع الماجستير برضه كان جميل جدا. وبرضه الآن هو باحث دكتوراه في جامعة مانشستر، إن شاء الله يوم من الأيام نحاول نستضيفه. أو قبل كده هو شارك في مؤتمر الباحثين السودانيين في نهاية 2018 تقريبا في جامعة النيلين، كان بالتعاون بين مجموعة الباحثين السودانيين وجامعة النيلين. يتكلم برضو بصورة مستفيضة عن إدارة الموارد المائية، والآن هو بعمل دكتوراه في هندسة النمذجة أو النمذجة الهندسية واقتصاديات المياه والطاقة والغذاء. أي زول عنده تساؤل أو كده ممكن يطلع على الصفحة دي، موجودة في موقع تأسيس على الفيسبوك أو في الموقع الإلكتروني بتاعهم. إقبال، في سؤال من إقبال قبل شوية من مين؟ العقب العقبة محمد، لكن شايف تنزل. طيب نواصل يا يعني نسرين، في أسئلة كثيرة جدا في الشات، أنا بحاول أغطي الجزء ما مكرر منه. طيب ما في وسائل تنبؤات، السؤال ده برضه تقريبا جاوبت عليه. في سؤال من هشام صالح بيقول في ظل تغير المناخ والفيضانات المستمرة، هل سلامة السدود على النيل تكون في خطر، وخاصة سد النهضة؟ وهل في رأيك تم اعتبار تغير المناخ والفيضانات في تصميم سعة السدود على النيل ومنها سد النهضة ومروي والسدود الأخرى؟ اتفضلي. السؤال ده برضه مايل للسدود أكتر من التغير المناخ، لكن اتفضلي. مع الأسف نسرين فقدت الاتصال للمرة الثانية، ننتظرها لغاية ما ترجع علينا. طيب العقبة محمد اتفضل، إذا عندك سؤال ممكن تسأل لغاية ما نسرين ترجع. تفضل. طيب ننتظر نسرين ترجع. أذكر للمرة الثانية إنه دكتور أبو بكر صالح اللي هو شغال في مركز الإيجاد للتنبؤات المناخية قدم محاضرة قبل كده عبر مجموعة الباحثين السودانيين، يتكلم فيها باستفاضة جدا عن التقلبات المناخية وتوقعات هطول الأمطار زي ما ظهر عندكم في الشاشة الآن. هو سيرته الذاتية، هو خبير إقليمي في علوم المناخ، عنده دكتوراه في علوم الغلاف الجوي والمحيطات من جامعة ستوكهولم في السويد، عنده ماجستير في النمذجة الرياضية، وعنده دبلوم عالي في الإرصاد الجوي. تقريبا أبو القاسم إبراهيم موسى دكتور أبوك هو زميل لك، لأنه كان في مركز الإرصاد أو اشتغل بالهيئة القومية للإرصاد في السودان. الحلقة محفوظة في مجموعة الباحثين السودانيين على الفيسبوك وفي نفس الزمن على قناتنا في اليوتيوب. طيب شكل على سرين ما زالت بتواجه مشكلة في الإنترنت، إذا في زول عنده سؤال هي كونكتنج الآن تمام. طيب
إذا في أي شخص عنده سؤال مستخدم خاص يضرب عليه زي ما ذكرنا قبل شوية. أحمد عمر اتفضل. يا أحمد عمر الميكروفون مفتوح. أعمل عن ميوت لنفسك اتفضل اسأل. أحمد عمر السلام عليكم. السلام عليكم. وعليك السلام تفضل. كده صوتي واضح؟ اتفضل اتفضل سامعينك. طيب واضح. سؤال للأستاذ المصريين مصريين الصايم. زي ما قلت الغاز الميثان واحد من غازات الاحتباس الحراري، ومعروف انه المسطحات المائيه يعني او البحيرات اللي بتكون بتكتر حول الحشائش والغازات دي يعني، والغاز دي هو تواجده معروف انه فوق يعني تأثيره أكبر بكثير من غاز الـ CO2 يعني. كويس. فالموضوع ده كيف مع السدود الكثيرة واللي بتنشأ باستمرار دي؟ أظن الأستاذة ما معنا مش كده؟ لا معاك. والله قدرت تسمع السؤال يا نسر؟ لا سمعت السؤال. أيوة طبعا. كلامك يا أحمد عمر صحيح، إنه فعلا غاز الميثان أو الميثان هو ضرر أكبر من غاز ثاني أكسيد الكربون، لكن لحسن حظ أنا ما أعرف أقوله سوء الحظ، المهم لحد الآن تركيز الميثان هو أقل بكثير من تركيز ثاني أكسيد الكربون الموجود في الجو. فيعني نحن لو حلينا مشكلة ثاني أكسيد الكربون اللي هي مش حلها أسهل، هي فعلا بيكون ده بيؤدي لنا بصورة يعني مباشرة في تقليل لتقليل آثار تغير المناخ. حقيقة السدود يعني ماشية تندثر يعني كثقافة للطاقة، وفي نفس الوقت الأضرار البيئية المختلفة، لأنها بتضطر ترحي الناس، بتغمر أراضي كبيرة جدا بالمياه، يعني البحيرة حقت السدود ذاتها بقت تعمل تجريف للتربة، فيها مشاكل كثيرة تانية يعني السدود. لكن من ناحية انطلاق غاز ميثان فعلا هي بتغمر الأراضي البحيرات، بتغمر الترب النباتات بالمياه، وده بيؤدي لتخمر، أي تخمر لمواد عضوية بيطلع لنا غاز الميثان أو الميثان، وده واحدة من السايد افكتس الأساسية للسدود. لكن يعني لو قللنا انبعاث ثاني اكسيد الكربون يمكن نساهم بصوره اكثر، لانه حاليا انبعاث ثاني اكسيد الكربون هو الاكثر، بنكون ساهمنا بصوره اكبر في يعني تغير المناخ. تمام، شكرا جزيلا. شفت لسه في مجموعة من الأسئلة كثيرة جدا في المجموعة. جميل، سألنا سؤال بتاع هشام صالح، تقريبا بدأت ترد عليه وكده والإنترنت فصل، ممكن أكرر لك السؤال ثاني. قال في ظل تغير المناخ والفيضانات المستمرة، هل سلامة السدود على النيل تكون في خطر، وخاصة سد النهضة؟ وهل في رأيك تم اعتبار تغير المناخ والفيضانات في تصميم سعة السدود على النيل، ومنها سد النهضة ومروي السدود؟ سؤال صحيح 100%. أنا سعيدة بالسؤال ده، فعلا تصميم السدود القديم والجديد ذاته لازم يراعي تغير المناخ والزيادة الممكن تحصل في مناسيب المياه، أو الندر اللي ممكن تحصل في مناسيب المياه، لأنه زي ما قلنا قبل شوية تغير المناخ زي ما ممكن يسبب فيضان، ممكن ممكن يسبب في نفس الوقت ندرة في المياه أو قلة في المياه. يعني مفروض يعني مفروض دي حاجة مفروضة تماما، يعني حاسة إحنا كنا نتكلم مع وزارة الري والمياه المواد المائية إنه أثناء المفاوضات لازم إنه يستصحبوا موضوع تغير المناخ معاهم، وكل الدراسات اللي بتجي من الدول الأثيوبية حول السد لازم تستصحب تغير المناخ معاها، لأنه فعليا التصميم الهندسي أو حتى التصميم اللي يعني أول سوري الآثار الثانية الاجتماعية الثقافية الاقتصادية لغيره، لا يجب إنه تغير المناخ يكون داخل في كل الحسابات الموجودة حاليا.
طيب لو ممكن يا أستاذ وافي نواصل عشان الزمن الساعة 10 إلى 3 دقايق، فأنا بس عندي حاجة إضافة بسيطة الجزء الأخير ده، بعد ده ممكن تفضل لو يا في ناصر. أسئلة تانية إحنا نزيدها. تمام. طيب أول شيء طبعا أنا داير أعمل سكرين شير عشان أوريكم صورة مهمة جدا، ممكن من الصورة دي تحاولوا تستقوا أو تستوعبوا حصل شنو بالضبط. أو المشاكل الأساسية اللي سببتها العوامل البشرية. طيب يا جماعة الصورة دي واضحة لكم؟ الصورة دي عبارة عن القصر الجمهوري اللي من كانوا يبنوا فيه. زول يحسب لي المسافة من النيل يا جماعة، من النيل للقصر الجمهوري كم؟ تخريب، بس أي رقم تخريبي كده، المسافة من النيل للقصر الجمهوري كم؟ أستاذ وافي استعمل مهارات الهندسة بتاعتك. تقريبا مسافة صغيرة جدا يعني، الواضحة يعني من الصورة انه دي الموية ذاتها او في مركب وفي مجاري، ما بتفوت ال10 أمتار، ما اقدر اقدرها يعني. في زول ممكن يديني مسافة تقديرية لبعد القصر الجمهوري من النيل الليلة؟ احمد عمر قال حسب الصورة 200 متر تقريبا 200 متر. طيب يا أحمد عمر شكرا على التقريب. هل ممكن زول يديني تقريب لبعد القصر الجمهوري الليلة من النيل؟ اليوم. القصر الجمهوري يعني لو حسبنا شارع النيل الجديد، لو حسبنا التمدد اللي عملوه تحت كوبري المكنمير، ولو حسبنا يعني المساحات المختلفة المستخدمة، بس ادوني يعني مسافة تقريبية يعني حسب النظر بتاعكم أو مروركم بالمنطقة ذاتها، ممكن تكون المسافة بين القصر الجمهوري والنيل كم؟ ما أقل من 100 150 متر، ما أقل، أنا طيب بقول ما أقل من برضو 150 متر. نستعمل الخواص الهندسية بتاعتكم. طيب يا من إخواننا السورة أول الشارع ابتداء من الستاندر، القصر الجمهوري لغاية طيب الشارع الستاندر الحارة بيكون الحارة سمكة كم؟ أو عرضة شوارع ذات الستاندر. أرض الحارة ممكن يكون 7 أمتار، سبعة طيب أمتار 7 7 و7 14، وبيجاي يقول 7 و7 سبعة أمتار 14 ممكن تاني 28، 28 في 2 36. المهم يعني المسافة الهسي حاليا البعد بتاع القصر الجمهوري حاليا من النيل يمكن يكون زاد 3 أضعاف من البعد بتاع القصر الجمهوري من النيل حيث الإنشاء. هل بتتفقوا مع الادعاء بتاعي ده يا جماعة؟ ده هو ادعاء، لأن أنا حقيقة ما وزنتها، ما قستها بالحقيقة، لكن بس حاجة تقريبية بعيني. بقول إنه حاليا القصر الجمهوري المسافة بينه وبين النيل زادت ب3 أضعاف أو يمكن حتى 4 أضعاف بين المسافة اللي كانت بين النيل والقصر الجمهوري في الصورة اللي شفناها في الأول. دي صورة تانية يا إخوانا بتورينا جامعة الخرطوم من ورا تقريبا. كلام جميل، ادعاء الصورة دي منطقي. اي الصورة دي برضو بتوريني انه ده النيل ودي الجامع طوال، يعني بيناتهم بس جنينة، يعني شارع النيل اللي هسه موجود ده ومحل قاعد يقعدوا الحجاج والجروف بتاعت الجريف اللي قاعد يزرعوا فيها والكلام ده يا اخوانا كله ما كان موجود. التنمية العمرانية اللي حصلت على ضفاف النيل ضيقت المجرى بتاع النيل بصورة كبيرة، وأدت لأنه النيل بقى ما ماخد المساحة اللي كان قاعد ياخدها زمان في التوسع، الصورة ما وبالتالي واضحة، الفيضان لما الصورة ما الصورة يعني سرين، نعم لا واضحة، واصلي خلاص، تمام. دي واصلي جامعة الخرطوم يا إخواننا، دي جامعة الخرطوم من ورا، ده المنظر بتاعها. شايفين النيل وين والجامعة وين؟ يعني دي حاجة أقل من 10 متر ذاته، عينه الجامعة وين والنيل وين. هسي ممكن زول يقول لي المسافة بين النيل وبين الجامعة ذاتها؟ أول حاجة في سور الجامعة
تاني حاجة في شارع النيل الحارة الأولى، شارع النيل الحارة الثانية، في تريتوار عريض ممكن يكون حارة كاملة، في حارتين تاني الاتجاه العكسي، في ستات الشاي قاعدين في تقريبا حارة، في الجروف بتاعت النيل نقول 3 حارات، في تقريبا 10 حارات بين النيل وبين الجامعة هسه حاليا. ال10 حارات دي لو قلت الحارة الستاندر بتاع 7 متر، يبقى احنا عندنا اقل حاجة يعني اكتر من 70 متر هسه حاليا زيادة، وماشي على 100 متر عديل بين النيل وبين جامعة الخرطوم. دي كلها بتورينا يا اخواننا انه حصل تنمية عمرانية كبيرة على ضفاف النيل، ادت لخنق المجرى بتاع النيل. خنق مجرى النيل ده ادى لانه ما يلقى المسافة اللي هو كان قاعد ينتشر فيها طبيعيا قبل التنمية العمرانية ما تحصل، وده ادى لنا بالضرورة لانه المياه لما ترتفع بتضطر بدل ما تمشي افقيا تمشي راسيا، عشان كده مستوى مناسيب المياه بقى يكون مرتفع للغاية، بيؤدي لنا لأسباب مدمرة يعني أخطاء مدمرة أكثر من الحاجة اللي حصلت. حقيقة التنمية العمرانية اللي حصلت على ضفاف النيل ما كانت مدروسة، تقييم الأثر البيئي ليها كان ضعيف ويكاد يكون معدوم، والآثار بتاعته مدمرة، ولو حاولنا نعكس الآية ونعكس ما حدث ممكن ما يدينا نتائج حقيقية أو نتائج المرجوة يعني. فيمكن ده كان غلط كبير في حد الطبيعة من قبلنا إحنا كبشر، ويمكن انا ما اعرف المهندسين اللي عملوه منو، لكن يعني بصراحه يعني حابه اوجه لهم صوت لهم كبير جدا، لانه هسه بسبب يعني انا بعتبره تصرف غير مسؤول ودراسات غير مكتمله وغيره، يعني ادوا لنا لكارثه يعني كبيره جدا حصلت في فيضان 2020 السنه دي، وهتحصل لقدام لانه هتكون نفس البنيان والتنميه العمرانيه حول الخرطوم موجوده وما حتمشي اي حته. وفي نفس الوقت برضو زي ما يعني اكدت دراسات كثيره ان الامطار في القرن الجاي كله حتكون زايده. المهم جدا برضو نتكلم عنه توزيع الاراضي السكنيه في يعني مجاري السيول، دي برضو واحده من الحاجات اللي خلت فعليا الاثر بتاع تغير سوري الاثر بتاع الفيضان حق 2020 يكون كبير ومدمر، وده قاعد يخلي بالمناسبه كل السنين اللي فاتت اثرها قاعد يكون كبير ومدمر. يعني السنين اللي فاتت دي كلها تقريبا الناس الساكنين في مجاري السيول في ود رملي وفي مدون بان وفي يعني الجريفات المختلفة وفي يعني مربعات والحتات اللي قاعد تغرق كل سنة دي مجاري السيول، والناس الكبار يعني حبوبات وجدودنا وال البروفيسورات الكبيرة وكده والكبار وكده عارفين تماما ان المناطق دي كلها مجاري السيول من زمان، يعني ما حاجة جديدة. فنحن ذاتنا يعني ما نحاول نقاوي الطبيعة لأنه ما نقدر نغلبها في الحقيقة، فدائما ما نحاول نقاويها، وإنه دائما نحاول نطوع حاجاتنا ورغباتنا نحن على أساس الطبيعة مش العكس، مش الطبيعة تطوع على أساس رغباتنا وحاجاتنا. فدي يمكن واحدة من الأسباب اللي خلت فعلا الأثر بتاع الفيضان بتاع السنة دي يكون كبير، هو تضييق مجرى النيل بالعمارة والبنى اللي حصل حوالينه، في نفس الوقت بإنه يعني توزعت أراضي سكنية لناس في مجاري بتاع السيول، وهي حتات معروفة تاريخيا إن هي مجاري بتاع السيول. يعني أنا كده بكون خلصت يعني المحاضرة حقتي حقت الليلة، أتمنى أكون إني أكون كنت زول خفيفة في الظل ووصلت لكم المعلومات بصورة مبسطة. يعني يمكن الزمن يعني لو عملنا 10 محاضرات أخذنا فيها جوانب مختلفة للحاجة اللي حصلت دي، يمكن ما حنقدر نوصل للصورة الكاملة، الصورة الكاملة للوضع والتنبؤ الكامل للحاجة اللي حصلت واحنا كيف ممكن كان نتغلب عليها. لكن مهم جدا اذكر في نهاية اللايف ده انه يا جماعة المشاكل البيئية والصحية اللي بتنتج بعد انتهاء الفيضان قاعد تكون اكبر ضررا من الفيضان نفسه، يعني قاعد تظهر حالات بتاعة كوليرا متعددة، حالة اسهال مائي زي ما قاعدين يحبوا يسموها، حالات بتاع التيفويد، البعوض بتولد بصورة مخيفة، بيكون في انتشار يعني كبير جدا لأمراض الملاريا، لأنه كتير من المناطق ما فيها حمامات صرف صحي، فيها يعني حمامات البلدية أو الأدبخانات زي ما يسموها، فبتختلط الأوساخ والفضلات في الأدبخانات والحمامات البلدية بمياه الفيضان. فنصيحة لكم ونصيحة لكل أهاليكم على يعني في ربوع السودان المختلفة، إنه يغلوا الموية أول حاجة ويصفوها بقطع بتاع القماش أول شيء قبل ما يشربوها، ده عشان نحمي نفسنا ونحمي يعني الناس اللي بنحبهم من الأمراض المختلفة، لأنه حقيقة السودان أنتوا عارفين ما فيه نظام صحي
ما في نظام صحي يعني، ممكن عادي الدريب لورينجو سهال المائي او كوليرادليب عشان يعوض الفقد وما يلقاه، فالوقايه خير من العلاج دائما. عليكم الله اخواننا، كلموا اهلكم، كلموا الناس بتاعكم كلهم، يغلوا المويه قبل استخدام وصفوها بقطع بتاعت قماش. يعني حاولوا دائما يستعملوا المعقمات، غسلوا يدينكم بالمويه والصابون دائما وابدا، يعني تجنبوا الاكل في المطاعم والحتات الخارجيه لحد ما تتاكدوا انه الاكل تماما مطهي ومقلي ومغلي كويس، والاكل المعدات اللي بتاكلوا فيها اصبع الصحانه ومعالق وغيره يعني نظيفه بصوره كويسه. واحنا يا دوب مارقين من الكورونا، فالناس تحافظ على صحتها. ويمكن حتطلع مبادرات كثيره بتاعه توزيع ناموسيات وبتاعه رش برك من البعوض وغيره، لكن دي كلها ما بتقدر تتلافى الخطر بتاع الكوليرات مثلا، لانه دي مويه بزول بيشربها دايركت يعني في الرش ما بيعمل لها حاجه. الشيء برضو مهم نتكلم عنه انه بتظهر كمية بتاع التغاد عقارب والتغاد افاعي مع انحسار الفيضان، لانه الماء مات بيكون لسه ما رجع الجحور بتحته او الجحور بتحته مغمورة بالمياه، فبيكونوا قاعدين في سطح الارض بفوق. فبرضو الناس تعمل حسابها من لدغات العقارب ومن لدغات الثعابين، ويعني ان شاء الله ربنا يسلمنا كلنا ويسلم البلاد، وان شاء الله نحن يعني نتعلم من التجربة دي بالرغم انها كانت قاسية، لكن نطلع منها بدروس مستفادة ونستعيد يعني الفيضانات، ونقدر ذات علمائنا وخبرائنا القاعدين، لأن إحنا عندنا علماء وخبراء يعني كثر جدا في مجالات مختلفة. كان ممكن يعني لو المحاضرات دي اتعملت بعد 4 أو 5 شهور واتعملت خطة مع الدولة، كان ممكن يتلافى يعني أخطاء كثيرة ومشاكل كثيرة جدا في حصلت بسبب الفيضان ده يعني. فزي ما قلت ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ بلادنا من الـ يعني المخاطر ما ظهر منها وما بطن، الجاي من السماء والجاي من الأرض والجاي من الناس طبعا. يعني ربنا يحفظ العباد والبلاد زي ما بيقولوا، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا لك للمرة الألف يا نسرين الصايم، قدمتي والله كلام جميل جدا، علنا نفقه أو علهم يفقهون الناس المسؤولين عن الموضوع، زي ما تمشي هباء منثورة زي المحاضرة أو الإرشادات اللي قدمها دكتور أبو بكر صالح من كم شهر قبل الموية أو قبل الفيضانات. أنا دار أختمك بسؤال قبل سألته لدكتور صالح اللي هو رئيس الوفد المفاوض الحكومة السودانية بخصوص سد النهضة، قال إنه سد أثيوبيا اللي هو الجريد دام على بعد 20 كيلومتر من حدود السودانية الأثيوبية، حجمه تقريبا يفوت 12 ضعف سد الرصيرس، على بعد 100 كيلو المسافة بينه وبين سد الرصيرس. الأسوأ الفروض، قال لنفترض إنه التصميم الهندسي كله بيرفكت، كل الافتراضات بتاعت البناء كانت بيرفكت، لكن الأسوأ الفروض حصل انهيار أو تم فتح بصورة اضطرارية أو تسد ضرب زي ما كبير المهندسين قبل كده يتعرض لعملية اغتيال. لنفترض المفاوضات دي ما مست بالطريقة السلسة وحصلت حروب والسد انهار، هل نتوقع حلفة جديدة في مدينة الرصيرس أو مدينة الخرطوم؟ والله ما هتكون حلفات، هتكون حلفات ما حلفة واحدة، حلفات على مد البصر حلفات. لكن طبعا دي واحدة من المشاكل الأساسية العالقة ليس في سد النهضة، إنه ما في ولا شركة تأمين واحدة في العالم رضت إنها تأمن على سد النهضة، لأنه فعلا الدمار حيسببه لو انهار السد على أسوأ الفروض زي ما أنت قلت، حيكون دمار كبير جدا جدا. لكن أنا شايفة يعني بين نظراتي المتواضعة والشخصية جدا، إنه السد عنده فوائد كثيرة جدا لينا نحن ولدول الجوار، لكن مهم جدا نعمل دراسات كافية ووافية، ومهم جدا برضو الدولة الأثيوبية يعني تلتزم بأنها هي تقدم دراسات حقيقية وواضحة في الآثار اللي حيخليك السد سواء هو واقف أو سواء هو منهار، وبعد ذلك تقدم ضمانات كافية جدا للاختلالات أو المشاكل اللي ممكن تحصل من قيام السد أو انهيار السد زي ما قلت. يعني دي حاجات أساسية ممكن الوفد المفاوض إنه هو ينتبه لها يعني، أو زي ما أنت قلت إنه حسب كلام البروف جبالك وسؤالك ليه، أنا ما عارف بجاوبك شنو، لكن حقيقي حيكون في حلفات كثيرة ما حلفة واحدة، فإحنا let's hope for the best زي ما بقولوا، وبرضو يعني مش بس hoping لكن برضو let's work for the best، نحن نشتغل مش بس نأمل، نشتغل لأنه الأسد يكون حتى لو قام يكون فيه منافع مشتركة لكل الدول حوض النيل، ويكون فيه ضمانات كافية مقدمة من الدولة الأثيوبية قبل ما يقوم يعني ويغرينا لو حصلت أي شيء على أسوأ الحدود لا قدر الله يعني.
إن شاء الله ما تحصل، وإن شاء الله سؤالي ده وتساؤلي ده يكون تساؤل أسوأ من خيال. الشائمين زي ما قالوا، نعم. خيال أو كابوس ما يتحقق بإذن الله. في سؤال جميل أنا ما نقلته ليك من أحمد عمر تاني، سأل قال عاوز أضيف على كلامي، قال خورشيد باشا لقى منطقة وسط الخرطوم من كوبري فتحاب والغاب لحد القيادة العامة كلها تابعة لحرم النيل، غابات وأشجار قصها وعملها عاصمة، وده بداية التغول العمراني على النيل وحاضر ممتع وثرد شيق. طيب أنا قبل ما ترد على تعليق وده أضيف، طيب نفترض إن منطقة الخرطوم ومنطقة المجرن النيل يعني التمدد العمراني ضيق النيل من الامتداد الأفقي بقى امتداد رأسي، وده سبب إنه تحصل الفيضانات دي. يعني الآن الزول اللي بيشوف مدينة توتي، المزارع تقريبا المزارع الغربية دي كلها انطمرت، أو المزارع في توتي كلها في المحيط بتاع توتي انطمرت. هل الكلام ده طيب في منطقة وسط الخرطوم أو في منطقة الخرطوم المجرى النيل حصل فيه تمدد، منطقة ما قبل الخرطوم وما بعد الخرطوم الشمالية، الفيضانات في الشمالية مثلا، الناس دي ما سكنت أو ما بنت عمران كبير جدا على ضفاف النيل زي ما حاصل في الخرطوم، لكن عملت نفس ظروف الفيضانات حصلت. زراعية. التقرير ده علميا الظروف ما بنت عمران، لكن عملت ظروف زراعية. ومش كده وبس، الارتفاع اللي هنا فيه في الخرطوم طبعا النيل ما حيمشي يعني حيكون مندفع، هو ده فيضان يعني، والنيل جاي مندفع بصوب بقوة، هو مندفع عالي، ما أول ما يلقى حتة سهلة ومنبسط حينبسط فيها، لا برضه حيكون ماشي بنفس الارتفاع بتاعه لحد ما سرعته تقل بعد مسافة معينة، حتى بعد ذاك ممكن ياخد مساحته مرتاح يعني، اللي هي دي ممكن حتى تكون في أقصى الشمالية قريبة من بحيرة ناصر عديل أو بحيرة السد العالي، لحد ما يصل يعني منطقة يكون فيها ريلاكس النيل ذاته ياخد المساحات بتاعته. فكل المناطق شمال الخرطوم لحد ما تصل الولايات الشمالية أول جنوب الولاية الشمالية اللي هم ناس عطبرة ممكن تقول، حيكون النيل مندفع بنفس اندفاعه الطبيعي من الخرطوم، لحد ما بعد ذاك يعني يوصل مناطق فعلا يقدر يتمدد فيها بصورة كويسة، لكن في تمدد عمراني كبير يعني، مش بس في ضفاف النيل، لكن حتى في حتات تانية ده قاعدين يعني ينبئ بأخطار تانية مختلفة يعني، حتى في علماء كتير رصدوا يعني تمدد عمراني كبير في منطقة جبل أركويت وجبل السد، وده بدأ يأثر على التنوع الحيوي الموجود هناك. فعليا التنمية العمرانية والانفجار السكاني قاعد يأثر بصورة كبيرة على البيئة، ما لم يتم تنظيمه بصورة كويسة من قبل الدولة نفسها. كلام جميل، شكرا لك السيدة مستشارة الأمين العام أو مستشار العضو الاستشاري الشاب للأمين العام للأمم المتحدة للتغير المناخي، قدمتي محاضرة شيقة وممتعة وتقريبا ما علمية معقدة، يعني أي زول ما عنده عذر إنه يفهم الكلام اللي قلتيه، وإن شاء الله ربنا يجنب العباد والبلاد مساوئ ومخاطر الفيضانات، والناس المتخذين القرار يعول الدروس. المسألة يعني ما محتاجة عمر، وزي ما بيقولوا ما محتاجة صلع ونظارات ولا ما كده، يعني العلم ده واحد ومنطقي، يعني الكلام ده واضح جدا انه الحاصل واحد اثنين ثلاثة، عملت كده بيحصل كده، ما عملت كده بيحصل كده، لكن مع الأسف عندنا دائما بيحصل زي ما قال بعد الفاس تقع في الرأس ويروحوا فيها ضحايا، إن فعليا شاء الله ما يروحوا فيها ضحايا ربنا. أيوه عايز أختم بتساؤل آخر شيء، أخذنا زمنك معلش، قبل سألوا دكتور أنور لدكتور صالح، بيقول انه بالرغم الان هو حاصل في فيضانات وفي مناطق بتغرق في السودان، في مناطق جافه، في ناس عطشانه في بور السودان، في ناس عطشانه في حتات، يعني ده دار الحقه بمقوله لشاعر بيقول في شرعك الانسان يموت لو زادت المويه ويموت من قلتها، يعني نفس المفارقتين ده الان حصلت في السودان، في ناس بتموت غرقا وفي ناس بتموت عطشا، صحيح المعادله دي تتوازن صحيح، كيف؟ تتوازن بمشاريع حصاد المياه، لو ما اتعملت مشاريع حصاد مياه احنا هنكون في مشكلة كبيرة، مش بس عشان الإنسان حاسس حاليا في منطقة غرقان وفي منطقة تانية عطشان، لا لكن لأنه زي ما قلت قبل النموذج بيتكلم عن سنين أكثر بللا، لكن برضو قد تكون سنين أكثر جفافا، ففي مثل بيقول لك قرشك الأبيض ليومك الأسود، فهسه موتك الكثير ليومك العطشان فيه، فإحنا حقيقة المفروض نتجه لمشاريع حصاد مياه كبيرة وضخمة جدا جدا في مناطق مختلفة جدا بسهولة وبأودية، ممكن يعني بطرق يعني تكلفتها بسيطة، لكن طبعا ما بسيطة شديد، لكن يعني بسيطة مقارنة بتكاليف منطقة تانية مناطق تانية،
وممكن نحفظ بقى المياه بصوره كويسه جدا ونستخدمها لفترات طويله، وممكن ننتقل حتى من الاعتماد، يعني هسه 70% من القطاع الزراعي عباره عن زراعه مطريه ما مرويه، حتى ممكن ننتقل لقطاع الزراعه المرويه بصوره اكبر مما هسه حاليا موجود. ففي مشاريع حصد المياه عندها فوائد جمه وكثيره جدا جدا للانسان وللطير وللحيوان وللنبات ولاي حاجه، ولاقتصاد البلد ولصحه المواطنين ولاي شيء. فحقيقه ممكن المفروض الدوله تلتفت بصوره كبيره جدا لمشاريع حصاد المياه دي بصوره جاده جدا، تخد خطط عمليه جدا وتبدا تنفذها، بانه كيف انت ممكن تعمل مشاريع حصاد مياه في مناطق مختلفه من السودان. شكرا جزيلا، بالتوفيق في مهمتك في الاستشارية بتاعت الأمم المتحدة في التغير المناخي. إن شاء الله تكون خير مثال للشباب والشابات السودانيات في الأمم المتحدة بإذن الله. نشوفك إن شاء الله في جلسات تانية. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله.